ماشي، السكرين باينه كده يا شباب. باين كده. اوكي، والريكورد اهم حاجه. تمام ماشي، واخر استراكشر ان شاء الله هناخده هو السيركلر جاي. اخر استراكشر كان المفروض بعدين ناخد الكواكسل، بس الدكتور ما ادهوش يعني. فخلينا كده نشوف المعادلات بتاعه السيركلر روف جاي. اسهل واحد فيهم هو السيركلر روف جاي، ونفس الكونسبت اللي احنا كنا بنقوله على كل حاجه من الويف جايدز القديمه تنطبق عليه برضه. خلينا نمشي كده في الاثبات، بعد كده ندخل على الشيت. يعني المسائل بتاعته بسيطه جدا يعني. حد عارف الحلول بتاعه السيركل روف جاب بتطلع ايه؟ انا لسه باينه في السلايد من شويه. بس بيسل فانكشن، صح كده. هو شكل السيركل روف جايد بيبقى شكله عامل كده، سلندر مجوف من جوه. ايه الفرق بينه وبين الكواكسيال اللي انتوا بتشوفوه بتاع الدش؟ بيبقى فيه بس كوندكتور في النص، ده هنا وان كوندكتور بس زي الريكتانجل روف جايد كده، بس بقى سيركل وليه راديوس ايه. فلو احنا جينا، اولا ده هيسبورت تيم مود ولا لا؟ لا عدى الله. لا مش هتبقى سبورت عشان مفيش اتنين كوندكتور. بالظبط، ده مش هيسبورت تيم مود، ده هيسبورت تي اي او تي ام اس. كويس، واضح كده. هنا نستخدم ال فور شور اي سلندر او اي ستراكشر فيه سلندر استخدم معاه سلندريكال كوردينت. هتلاقي حل الايكويشنز بتبقى سهله جدا، بيسهل المساله جامد. واحنا كنا واخدين من الاول الماتريكس في الريكتانجلر فورم او في الكارتيزيان كوردينتس، وفي ايه؟ وفي السلندر اللي انتوا ثبتوها الماتريكس، لو فاكرينها الماتريكس اللي هي 4 في 4 دي. عادي، احنا ممكن نستخدم السلندر وممكن نستخدم الكارتيزيان. فلو انا بقى عايز احل الاستراكشر ده او اجيب ماكسويلز ايكويشن جوه التي اي مود، هنا هيبقى ايه؟ كنا اول حاجه بنعملها بنقول ان الاي زد ايكوال زيرو، وهحل اجيب الاتش زد وهجيب بقيه الفيلدز كلها باستخدام الماتريكس بدلاله الاتش زد. فمن الاول، من اول سكاشن خالص، ادينا بنعمل ريفرش للميموري. من اول سكاشن خالص من ماكسويلز ايكويشن طلعنا بحاجه اسمها هيلمولتز ايكويشن. وقلنا الهيلمولتز ايكويشن دي هي عباره عن ستة ايكويشن بتنطبق او بتطبق على كل الفيلدز اي اكس اي واي اي زد اتش اكس اتش واي اتش زد. انا هنا عايز احلها لمين؟ للاتش زد، ومش هطبقها على بقيه الفيلدز الثانيه، هستخدم الماتريكس عشان اجيب بقيه الفيلدز الثانيه. دي المينتاليتي اللي احنا ماشيين بيها او الريفرنس ماشي بيها، واللي احنا ماشيين بيها في السكاشن والمحاضرات. فانا كنت هحل الاستراكشر ده عشان افايند الاتش زد. المعادله بقى بتاعت المولتز دي كانت بتقول ايه؟ نابلا سكوير دي اتش زد بلس الكي سكوير دي اتش زد ايكوال زيرو. دي هي المولتز، دي من قبل ما اخش في اي استراكشر، دي ماكسويلز ايكويشن هي اللي بتقول لي المعادله دي يعني. افكركم بس بالنابلا سكوير لاي اوبريتور، اي اوبريتور نابلا سكوير لاي، قصدي فيكتور نابلا سكوير ده، او الاوبريتور ده اللي هو اللابلاسيان اوبريتور. السلندريكال كوردينز بيبقى شكله عامل ازاي؟ في الكارتيزيان كان دي سكوير باي دي اكس سكوير بلس دي سكوير باي دي واي سكوير بلس دي سكوير باي دي زد سكوير. ده في الكارتيزيان سهل جدا. في السلندريكال بيبقى مختلف سنه، عشان انتوا خدتوا اساينمنت على الموضوع ده في اول الترم. حد يرد عليا يا شباب عشان احس انكم معايا، بس يبقى في اي، عشان حتى لو النت قطع بقى. مظبوط. فده اللابلاسيان اوبريتور في السلندريكال كوردينتس. كنت خدته مره اساينمنت وطلعته الماتريكس باستخدام اللي خدته الكيرل، عملته شويه كيرل كده في السلندريكال كوردينتس وطلعت لنا الماتريكس الاساينمنت يعني. انا اديته لكم ليه؟ علشان احنا هنستخدمها هنا بس، استخدمها هنا في الاثبات.
طيب حد بقى يقول لي ال HZ دي كنا بنقول ان هي بتبقى بتساوي ايه؟ ال HZ وفرو وفاي وزد ما بقاش في X وY خلاص يعني بتساوي ايه؟ زمان كنا بنقول بتساوي H of X وY function of X وY وفانكشن تانية of Z كنا بنقول الفانكشن تانية اللي في Z بتساوي إيه؟ كانت بتساوي كام؟ for negative جي بيتا Z بالظبط زي ما احنا. والتايم اتكلمنا عن الموضوع ده كتير قوي بتاع التايم ده في نفس الكلام او اللابلاسيان اوبريتور او الهيلمولتز ايكويشن دي التكنيك اللي بيحلها هو السيبريشن اوف فاريبل. هنيجي نقول لو احنا طبقنا السيبريشن اوف فاريبل تكنيك زي ما عملنا في كل الويف جايدز اقول لك ان الاتش اوف رو وفاي تساوي كام؟ سيرتن فانكشن اوف رو وانذر فانكشن اوف فاي واحل وهطلع ايكويشن. الايكويشن دي بتحقق الديفرنشال ايكويشن اللي فوق دي لو جيت تعوض بيها في الديفرنشال ايكويشن اللي فوق دي هتحققها لك بالتكنيك بتاع السيبريشن اوف فاريبل. لو جيت بس اخد ال h اوف رو وفاي او اخد ال h اوف زد الكبيره دي واطلع اعوض بيها في الهيلمولتز ايكويشن في السطر الاولاني هيطلع شكلها عامل ازاي؟ اولا اللابلاسيان اوبريتور ده دي اول ترم فيه هو دي سكويرد باي دي رو سكويرد الرو ده هو الفاريبل بتاعي او الاندبندنت فاريبل زي الاكس كده فهتبقى عباره عن دي سكويرد ار اوف رو لان هي الوحيده اللي فانكشن اوف رو واللي بيها هتطلع بره بالنسبه للرو كونستنت بلس البي اوف فاي الترم اللي بعده على رو دي ار اوف رو دي رو بس هنا اللي بيعتمد على الفاي هي البي فالR هتطلع بره بالنسبة لها كونستنت على رو سكوير في دي سكوير بي اوف فاي على دي فاي سكوير بلس دي سكوير باي دي زد سكوير ال H كابيتال اوف زد رو فاي وزي يدينا ايه؟ اولا لو فضلت اي فيلد بالنسبة للزد هينزل لك نيجاتيف جي بيتا لو فضلت مرتين هتضرب نيجاتيف جي بيتا في نيجاتيف جي بيتا النيجاتيف هتروح مع النيجاتيف والجي والجي هتديك نيجاتيف فدي هتبقى نيجاتيف بيتا ار اوف رو بي اوف فاي بلس نزل بقى الترم الثاني بتاع الموتز ايكويشن كي سكوير في ار اوف رو في بي اوف فاي كل ده مضروب في ايتو دبار نيجاتيف جي بيتا زد انا ما خدتهاش ولا ترمي من دول خدتها كون فاكتور بره مش هي بيتا سكوير بيتا سكوير صح صح ممتاز يا شباب دي حل المولتز ايكويشن او حل او حل ماكسويلز ايكويشن جوه الاستراكشر المجوف ده هنا في ابسلون وميو حاطط هنا شويه داي الكتريك لإبسلون وميو فأي إبسلون أو أي والإبسلون وميو دول كانوا بيبانوا في الكي الكي دي كانت عبارة عن أوميجا سكوير روت ميو إبسلون مين الميو مين الإبسلون اللي هما جوه السيركولار ويف جايد لأن أنا بفايند الفيلد جوه السيركولار ويف جايد مش بفايند الفيلد بره مش علاقة بالحتة اللي بره يعني أنا دلوقتي بقول لو الفيلد اتوجد جوه السيركولار ويف جايد هيبقى شكله عامل إزاي اللي إحنا بنقوله طب هيتوجد ازاي دي حاجه تانية اسمها الاكسايتيشن بتاع لوب جاي حاجه تانية خالص خلاص هقسم بس المحاضره بالمعادله دي كلها في رو سكوير وهقسم على ار في رو وبي وفاي الترم ده كده هيديني رو سكوير اللي انا ضربت فيها على ار في رو بي سكوير R of Rho على D Rho square plus الرو اللي في الدينيميناتور دي مع الرو سكوير هيديني رو والبي هتطير مع البي اللي جاي من تحت هيبقى لي R Rho D R of Rho D Rho plus
هنا الرو سكوير ده هتطير مع الرو سكوير والار هتطير مع الار يبقى لك واحد على بي بي فاي دي سكوير بي فاي دي فاي سكوير الار والبي هيطيروا من هنا والار والبي برضه هيطيروا من هنا هيتبقى بلس كي سكوير ماينس بيتا سكوير رو سكوير كي سكوير ماينس بيتا سكوير يساوي كونست كي ممتاز وعرفنا ان في بينهم انجل اللي هي الرايت انجل بتطبق برضو هنا بالظبط الانجل اللي احنا كنا بنرسمها تطبق هنا بالظبط يعني ممكن الاستراكشر ده برضو نجيب فيه بروستر انجل والكلام ده ممكن عادي هنا هتبقى بيتا لا دي هنا كي كي سي بيتا والكي يا شباب لو حد جالس يجي يبص على المعادله دي هيلاقي ايه زي ما بنقول كل مره عندي كونستانت الايكويشن دي بتساوي زيرو الايكويشن دي عباره عن كونستانت وترم كومبليتلي ديبندنس على الفاي زمان كانت على الواي مثلا وانذر ترم كومبليتلي ديبندنت على الرو فلازم الترم اللي كومبليتلي ديبندنت على الفاي يساوي كونستانت لانه لو طلع فاي مش هتتكنسل مع حاجه عشان المعادله دي كلها بتساوي زيرو لا الترم اللي على الشمال اللي انا حاطه البرواز ده هيطلع فاي ولا الكي سي فيها فاي فلازم هي اتسلف تساوي كونستنت الحته دي كده تساوي كونستنت تفاضل البي سكوير تفاضل مرتين البي بالنسبه للفاي تساوي كونستنت وهنا نفس الكلام المعادله دي مثلا هنسميها نيجاتيف كي فاي كل سكوير بالمناسبه لو حد اعتبرها بوزيتيف كي فاي هتلاقوا حل المعادلات دي اتغير بس هتلاقي عندك طلع لك فيزيكال ليميت هيخلي لك الفاي تبقى الكي فاي تبقى ايماجينري لما تيجي تعمل لها سكوير هتديك النيجاتيف دي فهو في الريفرنس بيختصر بعض الحاجات مش بيدخلك قوي في الماثيماتيكال ديتيلز وبيديك حاجه هتسال لك حل المعادله هتلاقي المعادله ماشيه زي الفل هتلاقي الحلول ماشيه زي الفل كده كويس هو بنقول نيجاتيف كي فاي الكل سكوير طب ودي نيجاتيف كي رو الكل سكوير احنا دايما متعودين كده زمان كنا بنقول نيجاتيف كي اكس الكل سكوير والثاني نيجاتيف كي واي الكل سكوير ريكتانجولار جايد كان الكي اكس ام باي على اي الكل والكي واي ان باي على بي نفس الكلام هنا بالظبط صح ولا ايه تمام بالظبط ما عملناش حاجه اصل هي نفس هي المولتز ايكويشن نفس الديفرنشال ايكويشن ونفس التكنيك اللي بنحل بيه كل مره فالمعادله دي سهله جدا تتحل المعادله دي كانت بتطلع لنا ايه اي ساين بلس بي كوزاين فكرت بيه تساوي نيجاتيف كي فاي في بي المعادله دي كانت بتطلع ساين وكوزاين صح كان بيبقى لها اوكسيلري ايكويشن كده الاوكسيلري ايكويشن دي التفاضل ده كنا بنسميه ام هيبقى ام سكوير مرتين ادي فاي سكوير صح هتساوي نيجاتيف كي فاي الكل سكوير فالام هنا هتساوي بوزيتيف والنيجاتيف جي كي فاي لما يطلع لك حل الاوكسيلري ايكويشن بتاع الديفرنشال ايكويشن في جي بيديك ساين او ساين وكوزاين او كومبلكس اكسبوننشال لو اويلر يعني ف 2 1 فاحنا حسبناها بنحط هي راحت فندم هي راحت فين رو سكوير الكي سي الكي سي سكوير الكي سي سكوير راحت فين لا الرو سكوير اللي كانت جنب الكي سي سكوير اللي هي هنا اللي كانت هنا لما ضربت فرو سكويرد يعني لما ضربت المعادله دي كلها فرو سكويرد مش في مش احنا كاتبين كي سي سكوير فرو سكوير يساوي زيرو هي المعادله دي كلها هي اللي بتساوي زيرو ايوه لما اجي اقسمها بقى مش هيها رو سكوير لما اجي اقسمها هيبقى فيها رو سكوير
معلش تاني تاني انا مش فاهم معلش. يعني هو هي في مربع ومربع زائد كيسي سكوير في الرو سكوير يساوي زيرو. لما اجي اقسمها بقى تبقى هاخد تاني مربع ده وتبقى يساوي ناقص ناقص كي فاي سكوير في رو سكوير في رو اوف فاي ولا ايه؟ باشمهندس مش احنا قلنا ان تاني ترم ده اصلا المفروض هيساوي كونستانت وتاني ترم اصلا المفروض ما فيهوش اللي هو رو سكوير، فهجيب منين رو سكوير؟ انا معلش انا ولا واحد هو صوت بيقطع بس معلش واحد كده قول لي انت كان صوتك احسن ما كانش بيقطع قول لي كده. الفكره كلها ان انا السكند ترم ده احنا خدناه وقلنا ان هو هيساوي كونستانت اللي هو هيبقى اللي هو الكي فاي سكوير، فيبقى واحد على اللي هو البي في اللي هو في اللي هو السكند ديريفيتيف، المهم ان هو يساوي اللي هو النيجاتيف كي فاي سكوير. كي فاي فانا هضرب بس في البي وهيبقى اللي هو السكند ديريفيتيف بيساوي اللي هو نيجاتيف كي فاي سكوير في البي، فاحنا ما خدناش الترم الثالث اصلا عشان اضرب رو سكوير او حاجه. الترم الثالث ده عايز تاخده بتاخده في ايه؟ لا انا مش عايز اخده، اللي هو الباشمهندس كان بتقول ان هو احنا اللي ما خدناش رو سكويرد فاحنا مش لسه ما اشتغلناش على الترم ده يا باشمهندسة؟ ايوه انا بقول كده بس هي بقى الكي سي دي مش احنا كنا بنقسمها لما مثلا كنا في الريكتانجلر كنا نقول كي اكس سكوير زائد كي واي سكوير، طب مش هي مضروبة بره في رو سكوير؟ صح مظبوط، بس راحت احنا هنا فين مش هنعمل الموضوع ده يعني. راحت ايه؟ راحت فين الرو سكوير؟ في قبل ولا كده انا اصلا ولا هنا؟ هنا انا بقى هنا ولا لا هنا هنا ما اشتغلتش اصلا الجنب ده. زمان كنا فعلا زمان كنا بنقول ان الكي سي سكوير دي بتساوي الكي اكس سكوير بلس الكي واي سكوير، صح كده؟ صح ده اللي قصدك عليه؟ هنا نوت ايوه فاليد كلمه قصدي كده. ده في يعني روس انا كوير. مش انا هقسم لسه ما خلصتش حل. اتجاه الفاي. لا مش هتقسمي. نو. اولا انت مش هتعرفي تحلي الديفرنشال ايكويشن دي. شايفه الديفرنشال ايكويشن اللي في المربع اللي على الشمال ده؟ ايوه مش هنعرف نحلها على هيئتها دي كده، مش هنعرف نحلها. تمام. فلسه ما كملتش هنا، بس في الاخر كده هنستخدم تكنيك تاني بتاع الكي بي. اولا مش هنعرف نجيب الفاليو بتاعت الكي بي دي بكام. تمام، يعني انا اصلا ما تمام اشتغلتش على الترم كانت الثاني كي سي سكوير. ما اشتغلتش على الترم الثاني ده الثالث اللي هو فيه كي سي سكوير. لا ما اشتغلتش عليه. زمان كنا بنقول الكي سي سكوير كي اكس سكوير بلس كي واي سكوير، هنا لا، هنا عشان في الرو انا ما قلتش كده. تمام انا ما عملتش نفس المعادله بتاعت الريكتانجلر جاي. اولا هنا تمام في حاجه مختلفه، ان الديفرنشال ايكويشن اللي على الشمال دي اصلا لو اي حد بص على المعادله دي من هو بيفكر مين الكونستانت ومين مش الكونستانت وبيطلع كي فاي وكي بي والكلام ده مش هيعرف يحل اصلا المعادله دي، مش عارف يحل الديفرنشال ايكويشن دي. تمام هو ده لو اول مظبوط مربع سوى نيجاتيف سكوير وتاني مربع سوى نيجاتيف كي فاي سكوير، طب هي ازاي هتساوي زيرو؟ لا انت ممتازه. اول مربع ده المفروض ما يساويش كونستانت عشان في رو هنا تاني. طيب يعني ممكن المربع ده يطلع رو عادي مش لازم يطلع كونستانت. صح ايوه صح كده صح. تمام. اول مربع ده مش هيساوي كي فاي كي رو، مش هينفع يساوي كونستانت. مظبوط. ممتاز يا شباب ان شاء الله عليك. فالبي اوف فاي بقى هتساوي كام؟ اي ساين كي فاي اوف فاي، صح كده؟ بلس بي كوزاين كي فاي اوف فاي اللي هو حل الديفرنشال ايكويشن دي. ممكن تساوي كونستنت لان هي دي المربع اللي في النص ده كومبليتلي بيعتمد على الفاي والمعادله بتساوي زيرو، فلازم دي تساوي كونستنت.
نجيب الكي فاي منين؟ كنا زمان بنجيب الكي فاي والكي اكس والكلام ده من باوندري كونديشن. هنا في حاجه انهيرنت اللي موجوده فيزيكالي في الـ في الـ في السيركولار بايد اللي هي ايه، ان الكي فاي must be equal nt. هنقول ان الكي فاي بتساوي ان والان equal 0 1 2 and so on. ليه بقى؟ حد عارف؟ السوليوشن لازم يبقى valid يعني مثلا لما نلف اكتر من 360. ممتاز صح كده. ليه بقى بس فرانك في المنتين؟ السيركولار ويف جايد ده لازم ان البي اوف فاي يساوي البي اوف فاي بلس 2 باي ام. ما منطقي لان في السلندريكال كوردينتس الفاي لو انا واقف عند سيرتن بوينت هنا اي انجل الفاي بتاعتها مثلا الرو بتاعتها ب 5 والفاي بتاعتها ب 45. لو انا جيت الف 45 بلس 360 درجه هرجع تاني عند نفس البوينت دي صح كده؟ هل منطقي الاقي الفيلد اتغير؟ لا، انا واقف عند نفس البوينت فلازم الاقي نفس الفيلد نفس الايكويشن ونفس كل حاجه. هو هنا ده بيشترط ايه؟ ان انت لو جيت عند واقف عند اي فاي اي نقطه في السيركولار ويف جايد ليها بي اوف فاي واي رو اي رو اي زد لو انت جيت لفيت او غيرت الفاي زودت عليها 2 باي ام او نقصت منها 2 باي ام ايه اللي هيحصل؟ لازم تفضل المعادله زي ما هي. عشان كده بنحط الايكوال دي. مش منطقي لو انا لفيت لفه او غيرت الفاي لفه كامله الاقي الفيلد اتغير. لا، هو الفيلد ثابت في الويف جايد ده بس تغير تغير عدد لفات. لفيت لفه، لفيت اثنين، لفيت ثلاثه، بس ان جنرال واقف عند نفس البوينت شايف نفس الفيلد شايف نفس السوليوشن بتاع ماكسويل ايكويشن صح كده. لو جه حد بس يعوض في المعادله اللي فوق دي الرو فاي دي وشال كل فاي وحط مكانها فاي بلس 2 ام 2 باي ام هيبقى عنده المعادله A ساين كي فاي فاي بلس 2 باي ام بلس بي كوزاين كي فاي في فاي بلس 2 باي ام. لازم المعادله اللي انا كاتبها بالازرق دي تساوي المعادله اللي فوق زي ما اتكلمنا من شويه. فده هيشترط ايه؟ هو المعادله دي بقى تساوي ايه؟ ساين كي فاي اوف فاي بلس 2 باي ام في كي فاي بلس بي كوزاين. انا بس بدخل دي جوه وادخل دي كي فاي اوف فاي بلس 2 باي ام. امتى المعادلتين دول يساوي بعض؟ المعادله اللي فوق بالاحمر والمعادله اللي تحت بالازرق يساوي بعض لما الترم ده يبقى مالتيبل من 2 باي او لما الام في الكي فاي تبقى انتجر لان هي مضروبه في 2 باي صح ولا ايه؟ تمام. والام دي انتجر برضه واحد واثنين وثلاثة. امتى الام في الام انتجر والكي فاي اني كونستانت لسه ما حطيتش عليه اي كونسترينز امتى حصل ضرب الاثنين كونستانت دول في بعض يديني انتجر؟ لو انت عندك رقم انتجر تضربه في ايه عشان يفضل انتجر زي ما هو؟ انتجر انتجر برضه. عشان كده بنقول ان الكي فاي ماست بي ايكوال انتجر. والا انت لو جيت تغير الفاي لفيت 360 درجه على السيركولر في جوه السيركولر ويف جايد هتلاقي نفسك الفيلد بيتغير مع انك واقف عند نفس النقطه. ده مش حل. في شويه فيزيكال ليميتس بنحطها على حل الديفرنشال ايكويشن دي لان الديفرنشال ايكويشن دي مرتبطه بفيزيكال ستراكشر. كشف
لو ما عملناش كده مش هنعرف نحل اصلا. يعني لو واحد بيحل المعادله دي ومش عارف الفيزيكال باوندريز بتاعته مش عارف يحل، لان هو لما افترض ان الكي فاي انتجر، او لما عرفت ان الكي فاي انتجر عرفت تحل الديفرنشال ايكويشن بتاعته. هنعرف نحلها دلوقتي، تطلع بيس الفانكشن. هو انا بقول كي لازم أن تكون تساوي الان، ولا الكي لازم أن تبقى انتجر؟ انتجر، انا افتكرت ان الانتجر دي سميته ان. اه اوكي، والان بزيرو واحد اتنين تلاتة ممكن تسيبها كي فاي. اه بس يعني عشان هي هتبقى بيس الفانكشن، فاحنا متعودين بيس الفانكشن بنكتب الانديسيز بتاعتها ان بس. تمام، انا هنكمل. لو جينا بقى نكتب المعادله اللي تحت دي كده، دي كانت دي بتساوي نيجاتيف كي فاي سكوير، ده هتبقى نيجاتيف ان سكوير، والان دي بزيرو 1 2 1 2، فهنطلع ان هي هتبقى رو سكوير على ار اوف رو دي سكوير ار اوف رو على دي رو سكوير بلس رو على ار اوف رو دي ار اوف رو على دي رو ماينس ان سكوير بلس كي سي سكوير رو سكوير. الكلام ده كله يكوال هي المعادله دي، دي معادله بيس الفانكشن، والحل بتاعها والحل بتاعها هيساوي ايه؟ بيس الفانكشن اوف فيرست تايب بيس الفانكشن اوف سكند تايب هيساوي جي اوف ان كي سي اوف رو بلس اول اول كونستانت. احنا قلنا اي بي خلي ده سي ودي، في دي الجي ده البيس الفانكشن اوف فيرست كاين، والواي اوف ان هو البيس الفانكشن اوف سكند كاين. اوكي، ده حل الديفرنشال ايكويشن دي. حل الديفرنشال ايكويشن دي ملهاش حل وحيد، ليها مجموعه حلول، كل جي اوف ان ده كيرف مختلف. يعني في جي 0 جي 1 جي 2 جي 3 والرو ده الفاريبل بتاعي، الرو ده الفاريبل بتاعي، والكي سي ده كونستنت سيرتن كونستنت. فكل ان بتديني كيرف مختلف، الله، يعني كل ان بتديني فيلد ديستريبيوشن مختلف، يعني كل ان بتديني مود مختلف. هتلاقينا ان الحل بتاع ماكسويلز ايكويشن جوه السيركلر رود جايد في انفينيتي نمبر اوف سوليوشن، بتعتمد على البيس الفانكشن، عدد البيس الفانكشن، وعدد البيس الفانكشن لا نهائي. كويس؟ في هنا برضو انذر باوندري، لو جه حد عارف الجي اوف ان بيبقى شكلها عامل ازاي؟ بتبقى شكلها عامله زي السينك كده. دي الجي اوف ان، هوريكوا صورتها في السلايد. طب والواي اوف ان؟ الواي اوف ان كان الواي اوف ان بيبقى فيها فيتشر ان عند الواي اوف 0، الواي اوف ان عند الارجيومنت او اللي جوه الفيس بتاعها بيساوي 0، الواي اوف ان دي بتند تو انفينيتي، يبقى شكلها عامل كده. اي ان كل البيس الفانكشن اوف سكند تايب عند الرو بتساوي 0 بتند تو انفينيتي. فده هيخلينا واحنا بنحل المعادله بتاعت السيركل روف جايد نرفيوز الواي اوف ان. ليه؟ لان انت لو حطيت الواي اوف ان سبتها موجوده كحل، اي بيس الفانكشن اي مود ان 0 1 2 3 او وات ايفر، لو انت جبت تعوض عن الروف 0 اللي هو في السنتر بتاع السيركل روف جايد، دي ده مكان ممكن يتواجد فيه الفيلد، انا بحل الفيلد من اول الروب 0 لحد ايه. لو جيت تعوض هنا عن الروب 0 هتلاقي الالكتريك فيلد بقى بانفينيتي، doesn't make sense خالص. فاحنا دايما بنرفيوز السكند تايب بيس الفانكشن. طب حد شاطر بقى يقول لي، لو انا في الكواكسيال كيبل وحطيت هنا انذر كوندكتور لريديوس بي في النص، هكون بحل الفيلد فين؟ احنا بندردش بين A و B، صح كده؟ بين B بالظبط، بين B و A او A و B. هنكنسل ال بيس الفانكشن اوف سكند تايب؟ لا، ما انا مش بحل عند الزيرو اصلا.
مش هقدر اجيب الروب زيرو. يعني الروب زيرو مش في الدومين بتاعي اصلا. الروب مفروض من A ل B ده في حاله الكواكسيال كيبل، لكن هنا انا بحل الفيلد والدومين بتاعي الرو اكبر من او اصغر من او بتساوي ليه، واكبر منه بتساوي الزيرو، فالزيرو موجود معايا فما ينفعش اعوض بيه هنا، عشان كده بنكنسل الواي وفي يا شباب. حد عنده سؤال يا شباب؟ اوكي ايوه بقى. حل الاتش اوف زد فرو وفاي زد هيساوي ايه؟ ايه ساين ان فاي، كان هنا في كي فاي بس بقت ان خلاص، بلس بي كوزاين ان فاي. على فكره الساين والكوزاين دول ممكن تخليهم حاجه واحده، ممكن تخليهم ساين او كوزاين، صح ولا ايه؟ جين اي 2 ساين وكوزاين ليهم نفس الانجل جوه، ممكن تخليهم كوزاين واحده وتاخد فيز، والفيز ده بيعتمد على الاي والبي. تعالى بس خلينا نكتبها كده يعني انجن اي تو ذا باور نيجاتيف جي بيتا زد. طب السي الكونستانت اللي كان مع الجي بيس الفانكشن اوف فيرست تايب دخل مع الاي والبي مش فارقه، خلي دي مثلا اي 1 و اتنين وبي 1 او اي 2 وبي 2 دخلوا جوه وخلاص يعني مش فارقه، هو كده كده لسه اربيتري كونستانت. ناقصنا يا شباب باوندري كونديشنز ان كي كونستانت دي الباوندري كونديشنز، عشان فاضل مين الكونستانت اي بي وكي سي. من غير ما نكمل الاي والبي ده او هو كونستانت واحد هيعتمد على ايه؟ على الاكسايتيشن، او ده هيديك الباور بتاعه الالكتروماجنتيك ويف دي، فبيعتمد على الاكسايتيشن اللي انت الباور اللي بتغذي الويف جاي الاي والبي، فانت مش هتلاقي فاليو للاي والبي، عشان كده زمان كنا بنسميها اي ان او اي ام وان الريكتانجلر ويف جاي، في البارل بليت ويف جاي كنا بنسميها اي ان. اوكي هتلاقي ان الاي والبي ده بيعتمد على الباور اللي انت بتدخل بيها الريكتانجلر ويف جاي، كل ما تدخل باور اكتر كل ما هتلاقي الاي اكبر والبي اكبر. لو جيت تطبق الباوندري كونديشن هتحط كونسترين على مين؟ على اني كونستنت؟ زي كل مره على مين؟ كي سي، ونطلع منه ايه؟ الكات اوف فريكوينسي. الباوندري كونديشن بقى اخر فيزيكال ليميت المفروض ان احنا نبقى عارفينه عشان نخلص الاستراكشر ده بقى. لازم التانجنشال الكتريك فيلد على الكوندكتور يساوي زيرو. مين هنا التانجنشال الكتريك فيلد على الكوندكتور اللي على شكل سلندر ده؟ فاي والزي بالظبط، الاي فاي عند الرو ايكوال اي عند الكوندكتور على سطح الكوندكتور هتساوي الاي زد عند الرو ايكوال اي اللي هو برضه على سطح الكوندكتور لازم تساوي زيرو، لازم ده من الباوندري كونديشن. طب الاي فوق الايرو الايرو ده عادي نورمال، دي نورمال على الكوندكتور فمش بالضروري تساوي زيرو. هو انا دخلت الاي زد عشان هي عشان حتى السنتر عند الزيرو عشان حط السنتر عند الزيرو السنتر ده بتاع السلندر. لا مش بالضروري، يعني لو شفت قصدك السلندر ده يمين او شمال
هيبقى في لا برضه هتحقق نفس المعادله الاي زد دي اللي هي ماشيه في اتجاه الزد ده، فدايما طالما السلندر ده موازي للزد اكسس هو لازم يبقى موازي للزد اكسس. ليه؟ لان احنا دايما بنفترض ان الدايركشن اوف بروباجيشن اتجاه الزد، اي ويف جايد بنرسمه بنفترض ان هو في اتجاه الزد، عشان كده بنحط بيتا زد. فدايما احنا بننيم الويف جايد مع الاكس اكسس، فانت اي الكتريك فيلد في اتجاه الزد اكسس هتلاقيه تانجنت تانجنشال للسطح بتاع الكوندكتور ده. معايا ولا ايه؟ اصلا مش متخيلة ان الزد ازاي تبقى تانجنشال. طيب يعني انا ماشي اتفضل. لما ابعد كده من يعني كأني طلعت بلين كده قدام، فمش متخيلة ازاي هي تبقى تانجنشال اصلا، حاسها نورمال نورمال طيب على الانترسكشن كده. طيب خلينا كده، كنت عايز اراجع على في واحد زميلكم سألنا قبل كده على السلندريكال كوردينتس. هو في السلندريكال كوردينتس واي اكس وزد ده كده كارتيزيان كوردينتس، يعني ايه؟ لما باجي اعبر عن اي نقطه في الفري سبيس بحتاج 3 ديجري، هو ان جنرال هتحتاج 3 ديجري اوف فريدم. الكارتيزيان كوردينتس بتاخد الاحداثي اكس والاحداثي واي والاحداثي زد، تمشي قد ايه طول قد ايه عرض قد ايه ارتفاع وتوصل للبوينت اللي انت عايزه. وبنعرف اي فيكتور بدلاله انذر 3 يونت فيكتورز في 3 كونستانت دايركشنز، اللي هو الدايركشن اكس اللي هو الاي اكس والاي واي والاي زد. اي فيكتور هيتكتب هنا او هياخد دايركشن هنا اقدر احلله في الثلاث في 3 دايركشنز دول، ده الكارتيزيان كوردينتس. والثلاثه ثابتين الاي اكس والاي واي والاي زد، بدات المساله محدد الاكس اكسس والواي اكسس والزد اكسس بتاعتك، خلاص دول ثابتين مش هيتغيروا. طب لو انا عايز اعبر عن اي نقطه بدلاله السلندريكال كوردينتس، لو هي مثلا هي النقطه دي، هي النقطه دي ليها ارتفاع زد صح كده، وبتبعد مسافه رو عن الاوريجين وبتبعد مسافه فاي عن الاكس اكس. بمعنى لو انت عندك اني بوينت بي 1 في السبيس، عشان تعرفها ممكن تعرفها بالكارتيزيان زي ما قلنا او تعرفها بالسلندر ازاي، بتجيب مسقطها في الاكس واي بلين وتشوف بعدها عن الاوريجين والمسافه بتاعتها قد ايه من الاكس اكس او الانجل اللي هي واخداها مع الاكس اكس كده. كانك بالظبط عرفت الرو والفاي بيعرفوا لك مسقط النقطه في الاكس واي بلين. طب والزد انا كده شغال 2 دي، طب لو عايز 3 دي والزد تاخد الارتفاع طالع نازل. طب ماشي دي اي بوينت اي نقطه. طب لو انا عايز بقى اعرف اليونت فيكتورز، لو انا عندي فيكتور طالع في اي اتجاه عند اي نقطه هيبقى شكله عامل ازاي؟ عند النقطة دي في 3 يونت فيكتورز اللي هو الرو اي رو اي فاي واي زد طالع لفوق صح ولا ايه؟ الاي رو هو بيبقى ماشي مع الاتجاه الخط اللي طالع من الاوريجن للنقطة بتاعتك، هو ده الاي رو. والاي فاي العمودي عليه اللي هو التانجنشال على السيركت دي. لو انت رسمت السيركت هنا ده الراديوس بتاعها رو، هو التانجنشال عليه. والاي زد هو دايما في اتجاه زد، الاي زد هو الوحيد اللي ثابت صح كده. احنا بنريفيجن، احنا بنريفيجن مش شرط اكون بجاوب سؤالك يعني. يعني في واحد زميلكم سالني قبل كده في الكوردينيت دي، شفت نوم يعني كان في عنده مشكله فيها. كويس. طب لو في بوينت ثانيه، لو انا عندي البوينت الثانيه دي هنا هلاقي الاي رو بتاعها فين؟ الاي رو هيبقى كده والاي فاي كده والاي زد زي ما هو لفوق. هتكتشف ان الاي رو والاي فاي مش ثابتين، الاي رو والاي فاي بيختلفوا مع النقطه اللي انت واقف عندها صح كده. لو انت جبت طلعت عند البوينت دي عشان تجيب اليونت فيكتورز هتلاقيها اي رو اي فاي والاي زد نفس اللي تحت ده.
فلو حد جاي يبص كده ويوصف الاي رو والاي فاي عند اي نقطه، احنا كل اللي بنعمله بنجيب مسقط النقطه في الاكس واي بلين ونطلع بشعاع من الاورجن للبوينت وتبقى دي الاي رو، نلف التانجنشال على الدايره تبقى دي الاي فاي، والزد على طول دايما لفوق، وبناخد الثري يونت فيكتورز دول نرفعهم عند النقطه دي. فلو حد جه يبص كده على الايرو هو فعلا الدايركشن بتاعه بيتغير، بس دايما بيشاع من الزد اكسس، بيطلع كده من الزد اكسس دايما بيشاع من الاكس اكسس موازي للاكس واي بلين. والاي والاي فاي هو العمودي عليه، لو انت هترسم دايره ليها الراديوس ده هو العمودي عليه هو ده. طب والزد دايما بصل فوق. فلو احنا جينا نطبق الكلام ده على السلندريكال كوردينيتس دي، انا بس هنا انا منيم الزد اكسس هنا، اتجاه الايرو هيبقى فين؟ اي الكتريك فيلد في اتجاه الرو هيشاع من الزد اكسس، يبقى هيبقى كده 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 عند اي نقطه، هو ده اتجاه الايرو، ياخد اي واحد من الفيكتورز او اليونت فيكتورز اللي انا رسمتهم دول. طب والاي فاي هو العمودي عليه في الدايره اللي انا رسمها بالاحمر دي، هي مرسومه والحمد لله، يبقى هو العمودي ده والعمودي او المماس للدايره. يعني كده كل نقطه على على السلندريكال او السيركولار ويف جايد ليها يونت فيكتور مختلف. اه النقطه دي اليونت فيكتور بتاعها هيبقى الاي رو بتاعها كده والاي فاي اهو، والنقطه دي هيبقى الاي رو بتاعها كده والاي فاي اهو تانجنشال ليه. طب والاي زد ملوش علاقه، هو الوحيد اللي داخل جوه، الوحيد الثابت هو الوحيد اللي واخد نفس الدايركشن بتاع الزد داخل لجوه، لكن الاي رو والاي فاي بدلاله الاكس واي والزد القدام هتلاقيه لا عمال يتغير، هتلاقي الاي فاي عمال يلف والاي رو بيشاع من الزد اكس. فلو حد كده جه يبص عند اي بوينت على على السيركلر ويف جايد، الاي رو بالنسبه لي نورمال ولا تانجنشال؟ لا نورمال. نورمال عشان انا منيم السلندريكال على السيركولار ويف جايد مع الزد اكسس، وانا عارف ان الاي رو بيشاع من الزد اكسس، فدايما هيبقى نورمال عليه، صح ولا ايه؟ ايوه صح. والاي فاي حد تاني يقول بقى الاي فاي دايما على السلندريكال كوردينيتس على على السيركولار ويف جايد اللي انا ماشي بيه ده عند اي نقطه، لو عرفت لك اسمها اي فاي على اي نقطه على السيركولار ويف جايد بالنسبه لي دي تانجنشال ولا نورمال؟ هيبقى تانجنشال. تانجنشال صح كده؟ هي الحاجات دي في منكم عارفينها يعني باي انتويشن، يعني كلام مع يعني كلام بسيط قوي يعني، ده سلندريكال كوردينيت وانا حاطط فيه سلندر واضحه قوي يعني، فانا قلت اراجع عليها عشان لو حد عنده مشكله. حد يا شباب من اللي قاعد مش فاهم الكوردينيت؟ طب هو انا كان سؤالي من الاول، لو طب لو انا مثلا مثبته طرف السلندر هو اللي عند السنتر مش السنتر بتاع السلندر، هل كده الزد هتكون تانجنشال برضه؟ طب لو انا اصلا مشيت من الزد دي رو هتكون هتوصلني اصلا مثلا للسنتر، فايه كده هيكون انا بوصل للاكسس بتاعها مش للاوتر سيرفيس، يعني الاوتر سيرفيس كده مش هيكون عند الرو يساوي ايه، مش هيكون تانجنشال ولا ايه؟ طيب انت عايزه ترسمي السيركولر ده كده صح؟ اه لو انا بقى طلعت من الزد ومشيت رو، هو يعني انا مع احترام يعني للسؤال وكل حاجه، بس السلندريكال كوردينيت والسفيريكال كوردينيت والكارتيزيان كوردينيت واختيار المثبته السنتر عند السنتر. اه ما انا هكمل بس الجمله، اختيار الانديسيز واختيار مكان الاوريجن كل ده احنا بنعمله علشان نسهل الحل. ايوه انا سالت سؤال في الاول ان هو لازم اكون مثبته السنتر عشان احط الكونديشن اللي مكتوب. اه بالظبط، لازم يبقى الزد اكسس مع الاكسس او الاكسس اوف سيمتري بتاع السلندر صح بالظبط. ايوه ما هو ده كان سؤالي من الاول خالص. بالظبط السؤال ده فتح ان احنا نراجع على السلندريكال كورد. تمام شكرا. بس مش منطقي حد يعمل كده ابدا، كده خلاص ارجع كارتيزيان. أيوة بقى يعني غلط هتبوظ
الباوندري كونديشن اللي فوق، فانا كنت عارف عايز اسال لو اتنقل هيبقى الباوندري كونديشن ده هيبوظ، هكتبه حتى بطريقه تانية. لا هتفضل زي ما هو، واعملي لو حتى السيركل لوب جايد ده اتعوج ولا اي حاجه، اعملي روتيشن اوف اكسيز وحولي اللي خلي الزد اكسيز مع الاكس اوف سيمتري بتاع السيمتري. تمام. اعملي اي ماثيماتيكال اوبريشن عشان تقدر تستخدمي المميزات بتاع السلندر في السلندريكال كول. تمام خلاص. تمام حد يا شباب عنده سؤال يا شباب؟ حد يا شباب مش فاهم؟ طيب طيب لو حد بس جه يرجع للماتريكس عشان يجيب الايرو هيلاقي بتساوي ايه؟ الماتريكس اللي انتوا اثبتوها هي عباره عن نيجاتيف جي على كي سي سكوير في بيتا رو دي دي اي زد باي دي فاي ماينس اوميجا ميو دي اتش زد باي دي رو. كل الكلام اللي احنا خدناه في السكشن الاولانيه بالمناسبه، الزد تي اي بتساوي كام؟ انا هنا بحل التي ام مود، الزد تي اي ايتا كي ايتا على البيتا فاليد هنا؟ طبعا فاليد. كل الكلام اللي احنا خدناه في السكشن الاولانيه الفاونديشن او البيزمنت اللي احنا بنيناها تطبق في ماكسويلز ايكويشن على اي ستراكشر، والماتريكس اللي احنا بنيناها في السلندريكال بتطبق على اي ستراكشر. بالمره بقى زد تي ام، مش ده كان السؤال البونص بتاعك في الامتحان؟ كان زد تي ام العكس بيتا ايتا على كي اي ستراكشر. اللوسز بتاعت الكوندكتور الفا دي كي سكوير اللوس تانجنت صح على 2 البيتا اي ستراكشر. اللي دي واحنا لما جينا نثبتها كنا بنكتبها ان جنرال، بنكتبها لماكسويلز ايكويشن ان جنرال لاي حاجه. فخلينا بقى نجيب الاي فاي تساوي جي اوميجا ميو على كي سي اي ساين ان فاي. افضل بس المعادله اللي فوق دي بالنسبه للرو وضربت في اوميجا ميو بلس بي كوزاين ان فاي. الفاي المعادله بتاعت الفاي زي ما هي اللي هي كنا مسمينها من شويه بي فاي زي ما هي. افضل بس البيس الفانكشن، افضل البيس الفانكشن احط لها بس داش كده حاجه جميله قوي يعني. كي سي و بي تو ذا باور نيجاتيف جي بيتا زد. الداش دي معناها تفاضل البيس الفانكشن. حد كده يقدر يقول لي انا كده عندي كام مود؟ من هنا هو الكاونتر اللي بيعد يديني مودز مختلفه. لا معايا يا شباب، معايا شباب عشان نخلص. اتقطع ولا ايه؟ لا هيبقى الان، الان عندي ان واحد ان اتنين ان تلاتة، كل واحد منهم بيديني فيلد ديستريبيوشن اتش زد واي فاي واي رو، لسه في بقيه الايهات وبقيه الاتشات، بس انا اخدت ده بس عشان اطبق الباوندري كونديشن. الاي زد كده كده مش موجود لان انا عندي هنا ايه تي اي مود، فالاي زد بتاعته مش موجود. هو كده كده ما عنديش بس اطبق الباوندري كونديشن غير على الاي فاي. فمن الباوندري كونديشن بقى لو انا جيت طبقت قلت ان الاي فاي اوف اي لما اعوض عن الروب ايه اللي انا واقف على البوينتس بتاعه السيركولار ويف جايد عند الروب ايه
واني فاي اي انجل واي زد، يعني اي نقطه المعادله اللي انا كاتبها دي ان الرو بتساوي ايه واني فاي واني زد دي سلندر او السيركل الروبي جايد ده، فده المفروض هيساوي ايه؟ لازم ده يساوي زيرو. ماشي اوميجا ميو كي سي اي ساين ان فاي بلس بي كوزاين ان فاي جي داش ان كي سي وفي ايه، الكلام ده كله بيساوي زيرو. مستحيل الترم ده يساوي زيرو، مستحيل، لان لو الترم ده ساوي زيرو ال h of z فوق هتساوي زيرو، يبقى كده مفيش فيلد اصلا. مين اللي لازم يساوي زيرو؟ ده رقم كونستنت لازم يساوي زيرو. فلما نيجي نقول بقى جي داش اوف ان كي سي ايه يكوال زيرو، هنعرف بقى حاجه هنا اسمها الزيروز بتاع البيسل فانكشن. يعني ايه الزيروز بتاعت البيسل فانكشن؟ البيسل فانكشن لما بتيجي تقسمها الفيرست تايب ده شكلها عامل كده، ملهاش 1 0 لا انفينيتي نمبر اوف زيروز. لو ده اكس وده جي اوف اكس ده جي 0 اوف اكس، الثاني ده جي 1 اوف اكس، كل بيس الفانكشن كيرف بيفضل يتقاطع مع الاكس اكسس او ليه 0 ليه نل عند سيرتن فاليو للاكس اكس او سيرتن فاليو للارجيومنت اللي جوه. لما الارجيومنت اللي جوه ده يساوي رقم معين البيس الفانكشن تساوي 0 وتفاضلاتها برضو بتساوي 0. في جداول كده للبيس الفانكشن بتقول لك اماكن الزيروز بتاعته فين، اللي هي النقط دي، اللي هي النقط دي، واماكن واماكن الزيروز بتاع التفاضلات البيس الفانكشن. في حالتنا هنا انا عايز اطلع فاليو للكي سي، هتلاقي هتقول بقى ان الكي سي وايه هتساوي كام؟ بي داش اوف ان وام. مين البي داش اوف ان وام؟ دي من الجداول بتاعت البيسل فانكشن. الان ده هو الاوردر بتاع البيسل فانكشن، كويس، والان نمبر اوف زيرو، يعني ايه؟ يعني عشان المعادله اللي فوق دي تساوي زيرو اللي هو الاي اوف فاي تساوي زيرو، الكي سي هيبقى لها بعض الفاليوز. طب بعض الفاليوز دي نجيبها منين؟ نجيبها من الاماكن الزيروز بتاع البيسل فانكشن، اعوض بكام جوه البيسل فانكشن عشان تريترن زيرو. دي موجوده في الجداول اللي هي الاماكن النقط دي. كل بيسل فانكشن كل ان ليها انفينيتي نمبر اوف زيروز بتقطع الاكس اكسس انفينيتي نمبر اوف زيروز. فهنا بقى عندي تو انديسيز، بمعنى افترض الان ب1 المعادله بتاعت الاي رو دي انت قلته من شويه، انا النمبر اوف مودز عند الان ب1 اللي هي المعادله دي او المعادله اللي فوق، المعادله دي النمبر اوف مودز ايه؟ انفينيتي عند الان ب1، والان ب2 3 4 5 اند سو اون، صح كده؟ وعلى اساس ان الكي سي دي كونستنت. اكتشفنا بقى كمان ان كل واحده من دول ليها كي سي مختلف. طب لو انا عندي كي سي مختلف يبقى عندي انذر فيلد ديستريبيوشن مختلف، يبقى عندي انذر مود مختلف. بمعنى أنا عندي المود بتعتمد على الان، كل ان بتديني مود مختلف، صح كده؟ وجوه كل مود ليه كي سي مختلف. دي عند الان واحد، ان اتنين، ان ثلاثة، ان اربعة، ان خمسة. هنا في كي سي 1، كي سي 2، كي سي 3 and so on. هو كل معادله من اللي احنا طلعناهم في حل البيسل فانكشن
ليها ان واحد او ان اتنين يعني بس الفانكشن جي زيرو جي واحد جي اتنين جي تلاتة كل دول فيلد ديستريبيوشن مختلف. والمشكلة بقى ان البيس الفانكشن دي فيها كي سي والكي سي ليها عدد نمبر اوف انفينيتي بيعتمد على الزيروز بتاعت البيس الفانكشن دي وعدد الزيروز بتاعت البيس الفانكشن انفينيتي. فبتلاقي انت عندك ان الكي سي بقى هتساوي كام من المعادلة اللي تحت هي عبارة عن بي ان ام داش داش دي عشان تفاضل البيس الفانكشن نجيب الزيروز بتاعت تفاضل البيس الفانكشن على الاي. فكده بقى عندي تو انديسيز بلعب فيه المعادله اللي تحت دي ال ان اللي هي جوه البيس الفانكشن وايه تاني والكي سي في كي سي 1 كل ان ليها كي سي 1 كي سي 2 كي سي 3 كي سي 4 على حسب الزيروز بتاعت البيس الفانكشن. فبقى عندي تو انديسيز عشان احسب المودز بقى عندي تو انديسيز واحد يديني البيس الفانكشن الثاني يديني الزيروز بتاعت البيس الفانكشن. اول واحد بتاع البيس الفانكشن اللي هو الان ده حل المعادله التفاضليه بتاعت ماكسويلز ايكويشن ده خلصنا منه. طب والكي سي الثاني اللي هو الام ده جبناه نتيجه تطبيق الباوندري كونديشن اللي هي الزيروز بتاع البيس الفانكشن او الزيروز بتاع التفاضل البيس الفانكشن. معايا يا شباب ولا اي حد ده؟ معايا يا شباب ولا ايه؟ تمام يا باشمهندس. بقيت الشباب تمام؟ اوكي. فانا بس البيس الفانكشن اللي احنا كنا رسمينها من شويه هي البيس الفيرست اوردر اللي على اللي على الشمال عند الرو مش الرو جي اوف اكس مثلا او جي اوف كي ار زي ما هو كده اه جي اوف اكس. احنا الاكس دي كانت بالنسبه لنا كي سي اوف رو فعند الرو بزيرو كان بيبقى لها فاليو ما تقولش لا. لكن ده اللي على الشمال عند الرو او الكي ار او الارجيومنت اللي جوه بيساوي زيرو كان بينزل للانفينيتي عشان كده عملنا لها ريفيوز. دايما بتلاقي البيس الفانكشنز كلهم جوه بعض هتلاقي الامبليتيود بتاعهم بيقعد يقل كده وكلهم بيبقوا جوه بعض سواء دي او دي. لو حد بقى جه يبص على ال على الجدول بتاع التي اي مود لو حد جه يبص على الجدول بتاع التي اي مود هنلاقي ان التي اي مود بتاع السيركولار ريف جايد المعادله ما هي الا كده اتش او زد هي عباره عن ايه ساين ان فاي بلس بي كوزاين ان فاي في جي ان كي سي. الكي سي دي بقت حاجه اسمها بي ان ام داش على ايه في الرو بيتا ذا باور نيجاتيف جي بيتا زد. فهي كل ان بتديك فيلد ديستريبيوشن مختلف وكل بيس الفانكشن دي نمبر اوف زيروز يعني بيس الفانكشن اللي هو عند ال n بزيرو اللي هي جي زيرو او جي داش زيرو دي جي داش 1 الجدول ده هيجيلك في الامتحان وجي داش 2 اند سو اون. ده المكان اول زيرو مكان تاني زيرو مكان تالت زيرو البيس الفانكشن اللي هي رقم واحد اللي هي الكيرف اللي انا كنت رسمه في السلايد اللي قبلها واللي كان موجود في السلايد اللي قبلها ده المكان الزيرو الاولاني مكان الزيرو الثاني مكان الزيرو الثالث. المفروض اماكن الزيرو دي كنا نسميها بايه بالكي سي اوف اي كي سي اي بتساوي مكان الزيرو اللي سميناها بي داش اوف ان ام عشان كده قلنا ان الكي سي الكونستانت اللي اسمه كي سي بياخد انفينيتي نمبر اوف سوليوشن بتبقى عباره عن بي ان ام داش على الاي. دي معادله الفيلد ديستريبيوشن. طب هنا انا بقى عندي التي اي مود بقت اوف ان وام الان دي الاوردر بتاع البيس فانكشن ودي كي سي كي سي فاليو
ده يا شباب هنا بقى الباشمهندس اللي كانت بتسال هنا الكي سي مش بتساوي كي كي سي سكوير مش بتساوي كي اكس سكوير بلس كي واي سكوير. لا هنا احنا حللنا باسلوب مختلف تماما. تمام اوكي هنحل مسائل عشان ما يحصلش لخبطه. المعادله بقى بتاعتنا البيتا بتساوي سكوير روت كي سكوير ماينس كي سي سكوير. دي في اي حاجه دي في 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 اي واحد اي ويف جايد بس في البارل بليد والريكتانجلر ويف جايد والسيركلر. دي جايه من ماكسويلز ايكويشن طبيعيه لان احنا افترضنا ان الاعتماد على الزد اي تو ذا باور نيجاتيف جي بيتا زد هو ده اللي طلع لك الكي سي يعني طلع لك المعادله دي كونستانت. ده افترضنا ان الكي سي سكويرد بتساوي بيتا كي سكوير ماينس بيتا سكوير. بس الفرق بين كل ويف جايد والتاني الكي سي في البارل بليت كانت ان باي على دي في ريكتانجلر كي اكس سكوير بلس كي واي سكوير. هنا بي ان ام داش طب والكاتوف الكاتوف فريكوانسي بتحصل لما البيتا تبقى بزيرو. لو البيتا دي ريال يعني الكي اكبر من الكي سي هيبقى فيه بروباجيشن. لو الكي اصغر من الكي سي مش هيبقى فيه بروباجيشن. تحصل لما الكي تبقى ايكوال الكي سي دي بريك بوينت قبلها مفيش بروباجيشن بعدها في بروباجيشن. فانا عارف ان الكي سي خلاص جبناها بكام الكي اللي هي 2 باي اف بس دي مش اي اف بقى الاف دي اللي هي الاف كاتو الكي ما هي اللي عباره عن 2 باي اف على سي سرعه الضوء جوه الميو والابسون بتاع اللي جوه الريكتانجلر ويف جايد بيساوي بي داش ان ام على الاي. فنطلع من هنا الاف سي بتساوي كام سي على 2 باي بي داش ام ان على الاي. نفس الكونسبت ونفس كل حاجه بس الفروقات في طبيعه الاستراكشر. والله طبيعه الاستراكشر ده ادانا حل البيس الفانكشن وطلع لنا الكي سي بالفاليو دي مش مشكله. بالمناسبه اسهل واحد هو ده جداول جيفن وكل حاجه تمام وهتلاقيه سهل جدا لما نيجي نخش في المسائل. مين بقى شاطر يقول لي لو انا في تي اي مود مين اصغر مود اصغر كات اوف فريكوانسي الدوميننت مود يعني المعادله اللي تحت المعادله هقول لك المعادله اللي تحت دي مين المينيمم بتاعها يجي امتى السي كونستانت و2 باي كونستانت والاي كونستانت البي داش ام ان ام معلش مش ام ان انا بدلت بس البي داش ان ام الاف سي شكل الكيرف البيتا مع الاوميجا بتعتمد على المعادله اللي تحت دي اللي هي موجوده في كله اصلا لو موجوده حاجه كده صح ولا ايه اصغر اف سي هو ده الدوميننت مود. امتى اشتغل سنجل مود زي ما احنا عارفين وزي ما شفنا في المسائل اللي قبل كده كتير هي الحته دي اللي ممكن تشتغل فيها في الدوميننت مود او سنجل مود هي الفريكوانسي دي الرينج فريكوانسي. لو كبرت شويه هتاخد الكيرف الثاني هتاخد المود اللي بعده اوكي. فمين هنا اصغر كاتو فريكوانسي يعني اصغر مود هو اصغر رقم لان اصغر بي داش ان ام هيديني اصغر كاتو فريكوانسي يبقى هو ده الدوميننت هو ده ويبقى اسم الكيرف ده على اسمه زي ما هنشوف. مين اصغر رقم في الجدول اللي فوق واضح كده ان احنا كل ما بنمشي يمين الارقام بتزيد وده منطقي ليه لان البيسل فانكشن الزيروز بتاعتها شكلها عامل كده. فده اول زيرو عند اكس معينه اللي هي ب 3.8 ثاني زيرو اكيد اكبر منها يعني 7 بوينت حاجه واللي بعدها اكبر واكبر كويس. فاصغر رقم هنا هتلاقيه فين هو ده اصغر كاتوف فريكوانسي ده هيديك اصغر كاتوف فريكوانسي
هو طبعا بتعتمد على الدايمنشن، بتعتمد على ايه؟ هيديك اصغر كات اوف فريكوانسي، فبالتالي هو ده الدوميننت مود. مين بقى اسم الدوميننت مود ده نجيبه منين؟ هيبقى تي اي اللي هو الكيرف الاولاني خالص، هيبقى تي اي الان بتاعته بواحد والام بكام؟ واحد برضو صح. الان ده البيس الفانكشن الاولاني اللي هي جي 1، وده جايه كورسبوندنج الفيرست زيرو. الاندكس اللي هنا ده هو الام، هو ده الام، هو ده الام، وادي الان هو الجدول الكولوم الاولاني خالص. فالدوميننت مود هنلاقي في معادلته جي 1 والكي سي هتبقى جايه نتيجه فيرست زيرو يا شباب. طب اللي بعده تاني اصغر رقم ايه بقى؟ ده هو ده، ده بالنسبه لنا يبقى ايه؟ تي اي 2 الان ب 2. احنا هنا بنبدا بالان الاول، الان ب 2 صح، وبرده فيرست زيرو. يعني هلاقي في المعادلات الفيلد بتاعته جي 2 عشان الان بتاعته ب 2 بيس الفانكشن ثانيه. اوكي يا شباب. طب الثالث هو اول واحد، الرابع هو ده، الخامس ده، السادس ده. جميل. طب لو انا بس جيت احل على التي ام مود بقى، علينا التي ام مود، علينا الصعب، حل السهل. الاتش زد ايكوال زيرو، هنحل المولتز ايكويشن من الاي زد بلس كي سكوير اي زد الكل كي سكوير في الاي زد، الكلام ده كله ايكوال زيرو. هنطبق السلندريكال كوردينتس، هنطلع في نفس الحل بالظبط. الاي زد هيساوي كام؟ نفس المعادله اللي جبناها من شويه، a sin n phi، نفس الخطوات بالظبط، بلس b كوزاين n phi في مين؟ في j n k c p to the power j beta z نيجاتيف j beta z. حد عنده مشكله لو غيرت السيمبل بدل e خليته h؟ شايف حاجه؟ نفس الديفرنشال ايكويشن ونفس كل حاجه، انا بس شلت الاتش حطيت مكانه اي، ممكن اشيله اصلا واحط مكانه كيو، انا حر يعني، ده سيمبل. هنا بقى لما اجي اطبق الباوندري كونديشن على اي زد على طول، اي زد تانجنشال، لان احنا لما اتكلمنا من شويه على السلندريكال كوردينتس عرفنا ان الاثنين تانجنشال هو الاي زد والاي رو، هنطبقه على ده على طول. فلو جيت تطبق عند الاي زد في ا واني فاي واني زد، دي البوينتس بتاعت الكوندكتور، لو انا واقف عند البوينتس بتاعت الكوندكتور لازم الالكتريك فيلد ده ينل عشان ده تانجنشال، وجايبينها من الدايلكتريك بيرفكت كوندكتور انترفيس، قلنا قبل كده من باوندري كونديشن. فلو جيت اعوض بس في المعادله دي هنطلع هنا بنفس الكلام اللي خدناه، جي اوف ان تي سي و A هو الوحيد اللي لازم يساوي زيرو، الترم ده نو واي ان هو يساوي زيرو. نفس الكلام الكي سي هتاخد فاليوز قد ايه؟ هنقول ان الكي سي في A مالهاش 1 ده مش مالهاش 1 كونستانت عشان احل الباوندري كونديشن، لا انفينيتي نمبر اوف كونستانت، هنسميها بي ان ام، والان البيس الفانكشن اللي انت عايز تجيب الزيروز بتاعته والان نمبر اوف زيرو، انه لين انفينيتي نمبر اوف زيرو او الاوردر بتاع الزيرو، يعني زيرو الاولاني ولا الثاني ولا الرابع. ايه الفرق بين البي ان ام والبي ان ام داش؟ البي ان ام داش دي بتاعت الزيروز بتاعت تفاضلات البيس الفانكشن، البي ان ام دي بتاعت مين؟ الزيرو بتاعت البيس الفانكشن اتسلف. في التي اي مودز طلعت لنا داش، طلعت لنا البي ان ام داش ليه؟ عشان اجيب التانجنشال الكتريك فيلد اضطريتها فاضل، ففضلت البيس الفانكشن فطلعت بي داش ان ام. طب هنا
هنا لحسن الحظ طلعت الباوندري كونديشن على الاي زد طبقت عليها على طول فما اضطرتش فاضل فطلعت البي ان ام على طول. سهل يا شباب. معايا ولا ايه؟ والبيتا ايكوال سكوير روت كي سكوير ماينس كي سي سكوير حالة التي اي هي عبارة عن بي داش ام ان ان ام على ايه؟ في حالة التي ام هي عبارة عن بي ان ام على ايه؟ طب لو حبيت اجيب كل الفيلدز كل الفيلد ديستريبيوشن خلاص عندك الماتريكس اعمل انت عايزه كده. انا قدرت اجيب كل الفيلد ما عدا طبعا الاي والبي اللي قلنا بيعتمد على الاكسايتيشن. خلاص عرفت كل حاجه في الفيلد كده خلاص. ولو عندي كل المود اقدر اعرفها واعرف شكل الفيلد بتاعها وعرفت كمان الديسبيرشن الكاتوفس الكلام ده. تمام يا شباب ولا ايه؟ حد عايز اعيد حاجه تاني؟ شباب تمام هتبقى بي ان ام على ايه؟ بقيت الشباب معانا ولا ايه؟ اي مسائل بقى كانت على الريكتانجل ولا على البارل بليت ممكن تعمل لها امبورت هنا اي حاجه. الفرق والله مفيش فرق خالص مفيش فرق خالص فرق بس في اللابلاسيان اوبريتور بدل ما كان حاجه بقى في السلندريكال. ولو هتيجي تعمل تكامل عشان اللوسز هيبقى تكامل برضه في السلندريكال بس كده. والكي سي بس اتغيرت ما انا عارف كده كده كي سي بتتغير من البارل بليت للريكتانجل والجايد للسيلكل كل واحد فيهم ليه كي سي مختلف. طب كل حاجه لسه فالد زي ما هي. اهم واحد بقى اهم كيرف هو الراجل بقى مشكورا احنا قلنا بقى ان الاف سي هتساوي سي على 2 باي بي ان ام داش على ايه ده فور تي اي نو والاف سي هتبقى سي على 2 باي بي ان ام مش داش الايه ده للتي ام صح كده. والله لو الاف سي دي والاف سي دي بقوا ايكوال بعض الكيرفين بتوع البيتا اوميجا ريليشن هينطبقوا على بعض وهيبقوا ديجنريت مود زي البارلل بليت كده وزي الريكتانجل ريب جايد. بس الريكتانجل ريب جايد كان فيه تريكه كده ما ينفعش التي ام يتحط في الاندكس بتاعته زيرو والبارلل بليت هم كانوا كلهم ديجنريت اصلا. هنا والله على حسب الزيرو على حسب البي ان ام داش والبي ان ام لو في رقمين من هنا زي بعض بالظبط خلاص هيبقوا ديجنريت. هو هنا بقى فيه نجيبها بقى منين؟ هو الراجل بقى مشكورا في الريفرنس جايب لكم الاول 10 مود بترتيبهم ترتيبهم ده كله جاي من الجداول بتاعت الزيرو دي. اول واحد ده الفاندمنتال مود والباند ويث اللي ممكن يشتغل في الفاندمنتال مود هو الباند ده. هو جاي نتيجة الرقم أصغر رقم هنا في الجدولين أصغر رقم في الجدولين هو ده 1.841 الرقم ده هيظهر لكم كتير جدا في المسائل كويس. واللي بعده الـ TM01 اللي هو ده تاني أكبر رقم بعد أصغر رقم بعد الراجل ده. واللي بعده TE21 يعني البيسل فانكشن الثانية والفيرست زيرو وهو TE فالجدول اللي فوق سكند والفيرست زيرو ده هتلاقيه ثالث اصغر رقم. طب بعد كده ده في اتنين زي بعض بالظبط يبقى دول ديجنريت مود عند التي اي 01 بيسل فانكشن الزيرو والفيرست زيرو هو ده اكيد ده ديجنريت مع ده تي ام 11 تي ام 11 بيسل فانكشن الاولانيه اللي هي جي 1 وبرده الفيرست زيرو هو ده هتلاقي فعلا الرقمين دول زي بعض بالظبط.
طب والباقي انسون هتلاقي بقى بيقعد يكبر الارقام واحده ورا واحده واحده. انا كتب لك العشرة مود دول. يا شباب تعالوا بقى احنا مش كده كده الجداول ده هنفضل احنا هنحل في السلايد دي. الجداول دي كده كده معانا ديك. تعالوا ناخد بروبلم 2. بيقول لك عندك سيلكرال ويب جايد الاي بتاعته ايكوال 0.8 سنتيمتر والابسلون ار ايكوال 2.3. بيقول لك فايند الكات اوف فريكوانسي فور الاول اربعه مود، اول اربعه بروباجيتنج مود. مين اول واحد؟ من فوق، من فوق من الكيرف اللي فوق ده، الخط اللي فوق ده. مين اول واحد؟ تي اي 1-1. الكات اوف فريكوانسي بتاعت التي اي الاف سي ايكوال سي على 2 باي بي ولا بي داش؟ بي داش صح، عشان التي اي هو الداش. طيب بتاع 1-1 اللي هو ان ب 1 والفيرست 0 اللي هو ده 1.841 تبقى 3 تايمز 10 تو ذا باور 8 على 2 باي سي دي عباره عن سي نود. انا بس انا عارف انتوا اكيد عارفين يعني. ادينا بنقول هتبقى سي نود على سكوير روت ابسلون ار في 2.3 1.841 على الـ A اللي هي 0.8 times 10 to the power negative 2 تطلع بـ 7.245 جيجا هرتز. طب تاني مود هيبقى TM 01 صح كده؟ الـ FC هتساوي C على 2 باي مش بي داش بقى تبقى بي عادية. هنزل الجدول اللي تحت 01 على ايه اللي هو الرقم ده 2.405 و1.841 هتلاقيهم من انتوا حفظتهم من كتر ما هيظهروا لكم كتير يعني. هطلع ب 9.46 جيجا. بالمناسبة دايما دايما الريشيو بين الريشيو بين الكات اوف فريكوانسي ده الاولاني والثاني دايما ثابت، بتعتمد على على بي ان بي 11 داش اوفر بي 01 العاديه. لا اديك 1.841 على 2.405. هو ايه الفرق بين المعادله اللي فوق والمعادله اللي تحت؟ السي هي هي والتو باي والاي، الفرق بس بينهم البي، مره بي داش سيرتن اندكس ومره انذر بي من غير داش بقى انذر اندكس. تلاقي دايما الريشيو بينهم ثابت يعني. ده تلاقي لك مثلا 7 بوينت حاجه اضربها في الكونستانت ده او مقلوب الكونستانت ده هديك الكات اوف فريكونسي الثانيه. هتلاقي دايما المسافات دي ثابته او الريشيو ما بينهم ثابته، تعتمد على الكونستانت دي. هناك مثلا في الـ في الريكتانجل ريلف جايد كنت انت حر تحكم في الباند ويث براحتك في الدايمنشن A وB. هنا لا، هنا دايما الريشيو بين اول كات اوف فريكوانسي الثانيه ثابته، هيبقى غصب عنك. لو انا قلت لك مثلا اديني كات اوف فريكوانسي 5 جيجا، كات اوف فريكوانسي الاولانيه بتاع الفاندمنتال مود 5 جيجا، انت بقيت محكوم بالباند ويث. اللي بعده هيجي بالريشيو اللي تحت دي من 5 جيجا، مقلوب الريشيو دي في 5 جيجا، هتبقى تطلع بقى زي ما تطلع. فدي البند ويث بتاعها. طب تالت مود تي اي 21 تي اي هيبقى الاف سي هتساوي سي على 2 باي هنا تي اي فبي داش 21 على الاي 21 يعني الان ب 2 هي دي
والفيرست زيرو اللي هو ده 3.054 هتطلع ب 12.0186 جيجا هرتز. رقم 4 من هيطلع تي اي 01 تي ام 11 ده وده اتنين دي جنريت يعني. هيبقى سي على 2 باي على ايه اي واحد منهم بقى يا اما البي ده 01 اور البي 11 الاثنين زي بعض اصل هو الرقم 3.8 2 2.08 جيجا سهلة يا شباب. سهلة انتوا عديتوا على اصعب من كده بكتير. انتوا معايا يا شباب ولا ايه؟ انا بس بقى كل النت فصل ولا حاجة. اي حد يرد مع حضرتك يا شباب. اوكي اوكي بروبلم 3 على فكره هو شيء سهل جدا واللوسز بتاعته عشان فيها بيسل فانكشن وحاجات كده يعني مش بنحب نجيبها. وانا سايب سؤالين كده ماثيماتيكالي اول سؤال واخر سؤال هسيبه لكم وابعت لكم الحل بتاعهم بس هو مش مهمين قوي. هو مش واحد منهم زي ما هنشوف يعني في الاخر بتفاضل معادله بتحاول تجيب المينيمم بتاعها. هو سؤال مش ماثيماتكس تاخده في الكليه, سؤال ماثيماتكس تاخده في الثانويه العامه. طيب بيقول لك كالكوليت الاي فايند الاي اللي هو الدايمتر الريديوس بتاع السيركلر ويف جايد فور اير فيلد. هنزل لكم الشيت كمان شويه يعني خلاص سيشن هنزله. سيركلر ويف جايد بيقول لك ان اللامدا سي بتاعته ايكوال 1.5 لامدا والاوبريتنج فريكوانسي والاف ايكوال 10 جيجا هرتز. الاف واللامدا دول ريليتد ببعض بسرعه الضوء واللامدا سي هو اللي عايزها وعايز اللامدا سي ده فاندمنتال مود. وايه الفاندمنتال مود؟ مين هو الفاندمنتال مود؟ تي 11 اللي هو الراجل بتاع الرقم الرقم ده هو عايز بس الايه منه هنجيب الايه من المعادله اللي هو مديها لي. بيقول لك ان اللمده سي عايزها 1.5 من الفريكوانسي من اللمده بتاعه الفريكوانسي. حد عارف اللمده سي دي بتساوي كام؟ احنا ممكن على فكره نحول المساله دي كلها اللمده وتحل وتطلع زي ما خدنا قبل كده يعني فاهمين ازاي. انا عارف ان الاف سي ايكوال سي على 2 باي ب داش او مش داش مش فارقه خليها من غير داش على الاي صح. اللمدا سي بقى بتساوي كام؟ هي سي على اكس سي اللي هتساوي كام؟ هتبقى 2 باي على البي ان ام على اي او 2 باي على كي سي. تمام صح. فانت ممكن تحول المساله تجيب اللامدا سي من تحول الفريكوانسي دي اللامدا تجيب اللامدا سي تيجي في المعادله اللي تحت دي وتجيب الايه خلص والبي داش 11 اي 1.8 شغال. بس خلينا في الله يعني ندردش شويه. اللامدا سي بتساوي 2 باي على الكي سي واللامدا نود او اللامدا اللي هو مديها لك هي 2 باي على كام؟ بلين ويف يا شباب على ها
لا انت قلتي على الكي صح؟ كي العادية. ممتاز. زي بلين ويف. واللامدا جي نيم باي اخر واحده الباقيه بيتا، مفيش غيرها. كل واحده من دول ليها معنى. هم اولا الثلاثه دول او الكي سي والكي والبيتا بيربط بينهم تراينجل اللي احنا عارفينه. اللامدا جي دي او اللامدا نود دي اللي بتطلع من السورس، يعني انت بتبقى السورس عندك او الجنريتور عندك زي اللي في المعمل بالظبط، بيطلع مثلا فريكوانسي معينه ليها لامدا نود معينه صح. بس انتوا اللي انتوا بتقيسوه في المعمل بتقيسوا اني لامدا، مش انتوا عارفين انت جبت الفي اس دبليو ار؟ مش في بتاع كده كارج كده بتقعدوا تحركوها شمال ويمين؟ انا عارف ان الجهاز بتاعها اللي بايظ اللي بنعرفوش نقصوا عليه ده، مش مهم. بتقيسوا اني لامدا بقى فيها؟ كنت اول خطوه في التجربه دي اكيد انتوا خدتوها السنه اللي الترم اللي فات. اول خطوه بتجيب حاجه اسمها لامدا جي صح، اللي هي 2 باي على البيتا هناك في الريكتانجل ريف جايد اللي في المعمل. كان بيبقى فينا سلوت وعرفنا السلوت دي بتتعمل ليه بارلل كده صح. كنتوا بتقعدوا تمشوا الكارج كده، كان فينا كارج تقعدوا تمشوها وتقروا قرايات على الديتكتور صح. وكنتوا بتقولوا ان الديستانس بتوين تو مينيمم او ماكسيمم تبقى لامدا جايد اوفر تو. اني لامدا جايد ليه دي؟ ما اصل انا عارف ان البيتا هي محصله الويف في الزد اكسس، فانت كانك كده جبت الويف محصلتها او بتاع او بتعيد نفسها او اللامدا جايد بتاعتها او بتعيد نفسها كل اللامدا في الزد اكسس شكلها عامل ازاي، لان هو ده الزد اكسس صح. مش الريكتانجل ريفت جايد دايما كنا بنرسم الطول بتاعه مع زد اكسس، فانت كنت بتحسبه اللامدا جي. طب اللامدا نود؟ لا اللامدا نود جوه الريكتانجل ريفت جايد كان داخل بشكل معوج، الالكتريك فيلد والماجنتيك فيلد كان داخلين بشكل معوج كده دي الكي، لكن البيتا او اللامدا جي هو المحصله مع الزد اكسس، ودي اللي انتوا بتقيسوها في المعمل. اوكي خلاص خلينا كده نعوض عن ال معايا يا شباب ولا ايه؟ شباب ما حضرتك يا باشمهندس، لو حد جه في المعمل اداكوا الفريكوانسي بتاعة الجهاز اللي بيجنريت او بيكسايت الريكتانجل ويف جايد وحسبتوها بمعادلة البلين ويف مش هتطلعوا اللمدة صح، هتلاقوكوا بتقيسوا لمدة واللمدة اللي بتحسبوها من المعادلة دي اللي هي دي بتاعت البلين ويف هتلاقي لمده ثانيه خالص، فرق بينهم كبير جدا، لان انت بتقيس الريزوليوشن بتاعها مع الزد اكس، دي حاجه ودي حاجه ثانيه. اوكي فعايزين نحل المساله دي، تعالى ناخد الايكويشن دي كده. اللمده سي 2 باي على الكي سي هتساوي 1.5 2 باي صح على الكي. عايز احلها بطريقه مختلفه، كنسل 2 باي مع 2 باي. قلنا طريقه ثانيه في الاول، عايز تحول كل الفريكونسي براحتك كمان انت عايز، هيبقى 1 على الكي سي ايكوال 1.5 على الكي. وخلاص الكي سي بتساوي كام معايا بقى يا شباب؟ ها الكي سي بتساوي كام؟ كي سي بتاعت الفاندامنتال مود ايوه اللي هي بكام؟ ايوه على الاي اللي هو عايزها صح كده؟ الكلام ده هيساوي كام؟ كي 1.5 الكي هي عباره عن اوميجا على السي. فريكونسي معاك السي معاك ان هو اير فيلد خلاص جبت الاي هطلع عليه 13 ملم. مثلا نخش على اللي بعد problem 4 عند air field circular wave guide is excited by TM11 mode
هو ماشي فيه تي ام 11 مود، هو ماشي بقى صم هاو ماشي المود ده لوحده مع انه مش الفاندمنت. لو انا جيت مشيت التي ام 11 هو ده اللي هو ده يعني، المفروض فيه كام واحد يمشي معاه تاني؟ المفروض اربعه يبقوا خمسه، المفروض خمسه دول يمشوا مع بعض، كل هو واللي قبله والديجنريت كمان اللي معاه. بس هو بقى ماشي ده لوحده يعني. احنا اتكلمنا عن الموضوع ده قبل كده في سيكشن معين، سيكشن قبل كده يعني، كنا قلنا لو انا الـ A اللي هي الكونستنت اللي بتبقى في معادلات الفيلد ده بيجي نتيجة الاكسايتيشن، وانت لو انت منزل اي ويف على الويف جايد بتقعد تتحلل على المودز المختلفة، كل ما شكل الويف اللي انت منزلها على الويف جايد تبقى شبه مود معين بتلاقي معظم الباور راحت للمود ده، تقعد توزع الباور على المودز المختلفة والباور من بقى بتفليكت باك يعني. طب لو انا بقى منزل الكتروماجنتيك ويف كومبليتلي شبه التي ام 11 في اي باور هتروح لاي مود تاني؟ يعني انا عندي السيركلر ويف جايد اهو تي ام 11 ده ليه شكل الكتريك فيلد مثلا كده، اي شكل، ليه شكل اشكال معينه هتلاقيها في الريفرنس. لو انا قدرت اعمل اكسايتيشن للشكل ده بنفس الشكل بتاع الكتريك فيلد بتاع تي ام 11، لان كل مود ليه شكل فيلد معين، ليه فيلد ديستريبيوشن، ليه ايكويشن مختلف. لو انا قدرت اكسايت الويف جايد بالشكل الفيلد بتاع المود ده هو الواحد، كل الباور هتروح، مفيش باور هتروح لمود تاني. كان قلنا قبل كده ان هم ورثوجنا على بعض، يعني ما ينفعش شكل مود منهم او شكل توزيع فيلد تروح لفيلد تاني الا عند الديسكونتينيوتي. لو في ديسكونتينيوتي في الويف جايد، يعني لو ده مشروخ من هنا الباور بترجع تتوزع على المود من تاني. بس ده لازم ايه؟ لازم الفريكونسي تعدي الكات اوف فريكونسي زي سؤال الميد تيرم. بيقول لك كالكوليتر اف سي اللامدا جي والزد جي، بسيط. الاف سي بتاعت الراجل ده بتساوي كام؟ عارف قوي، سي على 2 باي هو اير فيلد اصلا، فدي هتبقى سي نود 1 اللي هي 3.832 على الاي اللي هي ب 1.5 × 10⁻². هتطلع ب 12.2 جيجا هرتز. طب اللامدا جي، اللامدا جي ايكوال 2 باي على البيتا صح؟ عايز اجيب البيتا، البيتا ايكوال سكوير روت كي سكوير ماينس كي سي سكوير. الكي سي معايا، الكي سي اصلا بتعتمد على رقم من الجداول ده، بيعتمد على الاندكس وعلى الاي، والاثنين معايا. فالكي يساوي 2 باي اف على سي، الاف اللي هي ب 14 جيجا، تبقى 280 على 3 باي راد بير متر. الكي سي هي بي 11 على اي اللي هي 3.832، هتطلع 255.46 راد بالميتا. خلاص اقعد بس نجيب البيتا، اطلع ب 143. واللمدا جايد 2 باي على الرقم ده، اطلع ب 43.65 مللي. معايا يا شباب ولا ايه؟ الزد جي بقى، حد يقول لي الزد جي هتساوي كام؟ هي الزد جي اصلا هو بالميدلز يعني هتساوي كام؟
المفروض بيتا جي في الايتا. ايوه بيتا صح، عشان ده تي ام فبتبقى بيتا ايتا على الكي. انت ما قلت بيتا جي في الايتا؟ ايوه قصدي اللي هي بيتا يعني. ماشي بيتا في الايتا على الكي صح كده؟ صح. ودي الايتا دي اللي هي الانترنسك امبيدنس اللي هي 377 عشان ده اير فيلد اللي هي سكوير روت ميو اللي سكوير روت ميو على اكس. لو في سبيس ب 377 فدي هتطلع بكام؟ 185. لو انا جيت بقى في نص السؤال ده بعديها قلت لك انا هامله الحته دي بدا الكتريك وهات لي الريفليكشن كوفيشنت هيطلع نفس القانون اللي خدناه زد للميديم الثاني زد 2 بلس زد 1 على زد 2 زد 1. ماشي بس ممكن تثبتها مش في الامتحان يعني، يعني مفيش مساله عليها بس ممكن تثبتها بنفس المنتاليتي اللي عملناها في الريكتانجلر جاي. طب لو جيت قلت لك انا حاطط هنا داي الكتريك وحصل بالويستر انجل كومبليت ترانسميشن نفس الكلام هتيجي تقول في انجل الانجل اوف انسيدنس اللي هي دي هي كي ادي كي سي كي بيتا هتلاقيها بتعتمد على الفريكوانسي. ايه هي الفريكوانسي اللي تخلي الانجل دي هي البرويستر انجل؟ بسيطه هتلاقي ريشيو بين اف واف سي. نفس المسألة نفس كل حاجة. أخذ problem 7 الاكتريتيشن بتاع سنجل مود كده مش سهل صح؟ لا انت بتشتغل على ده بس قصدي لو انا اكسايت مود اعلى. لا 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 انا اكسايت الواحد من غير ما الحاجات دي مش حتى يعني احنا ما اشتغلناش في الريكتانجل ويف جايد او في الويف جايد دي لان الحاجات دي بتبقى في سيرتن ابلكيشنز معينه يعني الحاجات دي ممكن تبقى موجوده في الساتلايت حاجات احنا مش فاميليار بيها حتى مش يعني في مصر مش 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 قويه قوي فيها. الكلام ده بالظبط بيتطبق على الترانسميشن لاين فاحيانا بعض الترانسميشن يعني ان شاء الله تاخد السنه الجايه احيانا بعض الترانسميشن لاين تبقى في تو مودز عايزين يمشوا فانت هتسيبهم كده وانت عملت اكسايتيشن لواحد منهم والتاني مش موجود بس ما تقدرش تسيبه. ليه؟ افرض التصنيع عمل لك اي ديسكونتينيوتي في اي نقطه في الاستراكشر المود التاني هيجي جنريتد على طول عشان الفريكوانسي بتاعتهم معديه بتاعت الفريكوانسي. فاهمني؟ فمحدش بيديزاين محدش يجي يقول لك ايه انا هعمل اكسايتيشن عشان امشي ده بس. لا ما هو افرض بقى حصل لك ديسكونتينيوتي هتلاقي الاثنين دول طلعوا معاك. فاهم قصدي؟ ايوه تمام. فما لا ما حدش الا بقى لو انت على طول الاستراكشر بدات تحط حاجات تحط شويه ميتلز وحاجات كده تموت الفيلد ده لو حصل له جنريشن موت تعمل عليه باوندري كونديشن تموته تخليه بزيرو حطيتها كده بشكل بيريوديكال يعني. اوكي انا ناخد بروبلم 7 بيقول لك فايند الاف سي. بروبلم 5 و 6 زي البروبلم اللي قبلها على طول بيقول لك احسب الزد جي وال واللامدا جي وكده بالظبط بس مديك ابسر انه حاجه كده. فايند الاف سي فور فيرست تو بروباجيتنج مود فيرست نعمل عليهم علامه غلط دول
for ايه الفيل؟ سيرك روجر. الـ A equal 0.6 سنتيمتر والسيجما equal 4.1 × 10⁻⁷ سيمنز بالمتر. Calculate overall loss in dB. NDB هنجيبها بالنيبر بعد كده نضرب 8.6 40 سم بروباجيشن على الـ at 1.5 جيجا هرتز لا 15 جيجا هرتز عايزين بس نجيب الكاتوب بتاع فيرست 2 مولز. اول مود الـ TE11 هو اول واحد الفاندمنتال ده وبعديه TM01 من غير ما ابص على الجدول. اول رقم 1.841 وثاني رقم 2.405 انا نفسك حافظهم اصلا بيطلعوا كتير قوي. هتبقى C على 2 باي 1.841 على الـ A اللي هو بكام 0.6 × 10 to the power negative 2 تطلع ب 14.65 جيجا. الجميل في الكورس هو الكورس يعني هو طبيعه الكورس اثباتات بس الجميل فيه ان هو بيتعاد نفس الكونسبت بيقعد يتعاد. صعب الكورس يا شباب ولا لذيذ؟ محتاج بس مجهود كبير حبتين. الكورس ده لما كنا بناخده كنا بناخد اكتر من كده مش كتير الصراحه يعني لازم ناخد الكواكسيال بس ده الفرق. بيقول لك بقى فايند التوتال لوس. بص انا هكتب لكم المعادله بتاعت اللوسز هنا مفيش سؤال على اثباتها يعني بتاعت اللي هو الفاندمنتال مود ده. اولا مين المود اللي هيمشي منهم عند 15 جيجا؟ هو التي 11 فاندمنتال ده. اكتب لكم المعادله بتاعته هي اثباتها هايل بس هم مش سؤال في الشيت موجوده في الريفرنس يعني اكيد اكيد هتلاقوها في السلايد صح ولا ايه؟ موجوده في السلايدز موجوده يا شباب الاثبات بتاعها في السلايدز ولا ايه؟ مش عارفين. دي الالفا سي يعني بتاعت الفاندمنتال مود اللي هو تي اي 11. عملته زيها كتير. احنا السكشن ده مش هنحل على اللوسز يعني مش هنمسك اثبات نسبته. تراي اون يور اون. ماشي. انتوا موضوع الالفا سي ده انتوا لو جالكوا سؤال على يعني اداك شويه فيلد وقال لك هات لي الالفا سي ده بقى سؤال هديه. صح ولا ايه؟ تمشي شويه خطوات وشويه تكاملات بيطلعوا في كل المودز وكل الاستراكشرز. المهم خلينا بقى نحسب. عايزين نحسب اول حاجه الار اس. الار اس دي كانت بتساوي كام؟ سكوير روت اوميجا ميو على 2 اوميجا ميو على 2 السيجما. الار اس دي انتوا خدتوها في كورس 3-3-1 اللي هي كانت بتساوي السيجما الالفا على 2 سيجما. عوضت بس بتاعت الالفا بتاعت الجود كوندكتور طلعت بالمعادله دي اللي هي كانت سكوير روت باي اف صح ميو في اوميجا تقريبا.
لا كان فيها سيجما جوه، خلاص مش مشكلة يعني. خلينا نقولها بقى بالعينينها. نعم معلش. دي كانت حسين. واحد على السيجما في السكين ديبس. السكين ديبس اللي هي واحد على الفا، يعني الفا على السيجما. الفا اللي هي سكوير روت باي اف اوميجا في السيجما. المهم اللي هو مش موضوعنا خالص. فالمعادلة دي راحت، المعادلة دي هتخلي بس الباي اف دي هتضرب في 2 هنا وتقسم على 2 تحت، وسكوير روت سيجما فوق ينزل مع سكوير روت، وهتطلع بالمعادلة دي. كان في اثبات بتاع الرو اس، انت مش خدت الكورس اللي فات مع دكتور انجي؟ كانت بتثبت الار اس دي من اللي هي واحد على سيجما في السكندر. يعني لو حبيت تضرب ايه؟ ايه؟ مع دكتور حسين. يعني عموما مش فارقه يعني، المهم يعني انت هتلاقيها في الكورس اللي فات، ولا اثبات، لا اثبات هيك قوي، الالكتريك والماجنتيك فيلد اللي بيمشوا على سطح الكوندكتور. دي مش حاجه غريبه يعني. موضوعنا خالص. خلينا ناخد المعادله زي ما هي كده. هتطلع الار اس بكام بقى؟ الار اس 0.038 اوم. نحسب النايس، عايزين نحسب الكي والبيتا والكي سي. كي اوميجا على سي تساوي 100 باي راد بالمتر، والكي سي تساوي كام؟ اللي هي بي داش واحد واحد على الاي اللي هي ب 0.6 سنتيمتر، تطلع ب 306.83 راد بالمتر. البيتا سكوير روت كي سكوير ماينس اي سي سكوير 7.45 راد بالمتر. خلاص نعوض بقى بكل الارقام اللي احنا طلعناها دي في الالفا سي، هتطلع بكام؟ 0.1074 نيبر بير. بعد 40 سنتي بقى هيحصل اتنويشن قد ايه؟ هيجي لي اتنويشن كام نيبر؟ هضرب الالفا سي 0.4، 40 سنتي يعني 0.4 متر، هتدينا توتال لوس او توتال اتنويشن هيساوي كام؟ 0.4 في ال... هنا مفيش الفا دي، مش يديني لوس تانجنت، هتبقى 0.043 نيبر. نحولها لدي جي ازاي؟ تايمز 8.68 صح ولا ايه؟ صح؟ فالويف جت اتنويتد ب 0.373 دي بي بعد 40 سنتي من البروباجيشن في السيركلر ده.
اوكي تمام يا شباب. تعال يا شباب السيركل روب جايد. سهل ولا يا شباب؟ هو اكيد اسهل من الريكتانجلر. او الريكتانجلر اتقل واحد دي حقيقة. طيب اللي احنا كنا عايزين بقى نقوله ايه اهم حاجة؟ معادلة الالفا سي اللي انتوا شايفينها فوق دي هتلاقيها بتعتمد على الفريكونسي. ودي فكرة اخر سؤال هديلكم تجربوه انتوا يعني. هتلاقوا ان المعادلة اللي فوق دي بتعتمد على الفريكونسي. هنا في الكي والبيتا هنا برضو فيها كي سكوير اندر سكوير روت. ودي برضو كي سكوير. هتلاقيها بتعتمد على الفريكونسي ساون هاو. والكيرف ده او الالفا سي فيرسس الفريكونسي هتلاقوا شكلها عامل كده. ليها سيرتين مينيمم عند سيرتين فريكونسي الالفا سي دي تبقى ليها مينيمم. كويس؟ يعني المود اللي هو تي اي 11 اللي هو الفاندمنتال مود بتاعنا بيبقى شغال من الكات اوف فريكونسي بتاعته لحد الكات اوف فريكونسي اللي بعده. واللوسز بتاعته بتعتمد على الفريكونسي. كل ما تعلى الفريكونسي كل ما اللوسز بتاعته تختلف بغض النظر في مود تاني هيمشي معاه ولا لا مش موضوعه يعني. هتلاقي الكيرف بتاع اللوسز بتاعه ليه مينيمم كده. دي المينيمم لوسز بتاعه الفا مينيمم. نجيبها ازاي؟ فاضل الفانكشن فاضل وتساوي بالزيرو. بالظبط فاضل وتساوي بالزيرو هتطلع فريكونسي اللي عندها المينيمم لوسز. وهيجي يسالك في اخر سؤال خالص وهيجي يسالك سؤال بعدها هبقى ابعت لكم الحل. ممكن ابعت لكم صوره الحل بتاعي. هسألك سؤال بعدها في كم مود بيمشي؟ مش هيبقى هو الواحد. هتلاقي دي فريكونسي عاليه قوي اعلى هتلاقي مشي معاه كذا واحد. ممتاز 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 يا شباب. اخر حاجه بس اقولها لكم اقفل بيها الكورس بقى. اخر حاجه يا شباب بس سنوها هنا طيب اوف ديسبيرشن. كنا قلنا قبل كده مين المود الوحيد اللي مفروض ديسبيرشن التيم. الديسبيرشن ده معناه ان انت بيبقى عندك سيجنال سكوير ويف زي اللي انت شايفينها كده. بعد ما بتمشي في الويف جايد بيبقى شكلها عامل كده بيحصل لها برودنينج كده او جيت ديستورتد. دي بتبقى جايه نتيجه ايه؟ والله جايه نتيجه كذا حاجه. ان السكوير ويف دي الفريكوانسي دومين بتاعها هو عباره عن سينك صح؟ ماجنتيود وفيز. علشان انا احافظ على السينك دي في اول الويف جايد تفضل سينك زي ما هي في اخر الويف جايد او عشان احافظ على السكوير دي زي ما هي تايم دومين تبقى نفس الشكل يمين وشمال قبل الويف جايد وبعد الويف جايد لازم احافظ على الماجنتيود والفيز بتاع الانبوت سيجنال الاس ام دي الماجنتيود وده الفيز. كويس مع الفريكونسي. لو انا حافظت على الفريكونسي زي ما هو التايم هيبقى هيرجع زي ما هو. التايم والفريكونسي ما هما الا وجهان لعمله واحده. قدرت تجيب سينك في سيرتن فيز في الفريكونسي هتلاقي التايم بتاعك ايه؟ اديك السكوير اللي فوق دي. فانت هنا بقى المشكله عندنا في ايه؟ ان بيحصل الكيرف في الفريكونسي بيجد ديستورتد. اس اوت ماجنتيود وده فين؟ بيجد ديستورتد نتيجه ايه؟ ان كل فريكونسي منهم زي ما عرفنا بتشوف بتاخد ديفرنس فيز على حسب البيتا اوميجا ريليشن اللي احنا بنشوفها. كل كوزاين ويف كل نقطة من دول كوزاين ويف. كل كوزاين ويف بتاخد ديفرنس فيز بعد ما بتمشي مسافة في الويف جايد على حسب البيتا اوميجا ريليشن. والوحيد اللي ما كانش بيعمل ديستورشن مين؟ التي ام مود الستريت لاين
الفيز اي لينير تايم انفيرينت سيستم ليه ستريت لاين الفيز بتاعه ده بيديك ديلي فقط مش بيدي اي ديستورشن. هتلاقي السكوير دي وصلت سكوير بس عند تايم متاخر شويه وطبيعي يعني ما هتاخد وقت على ما تروح. ايه بقى التايب اوف ديسبيرشن الويف جايد ده؟ في حاجه اسمها الويف جايد ديسبيرشن. اللي هو سنجل مود ديسبيرشن ده بيحصل في مين؟ للتي اي والتي ام واي واحد منهم اي مود غير التي ام مود. وكنا عارفين ان السرعه اللي بيمشي بيها البي جي البي فيز بتساوي في سكوير وسرعه السيجنال بتبقى البي جي. فبتعتمد على السلوب او زي ما خدنا قبل كده دي اوميجا باي دي بيتا دي اوميجا باي دي بيتا يعني مش فرق واحد على بيعتمد على السلوب بتاعه الكيرفز دي. ده لو انا شغال اصلا عن سنجل مود. لو انا صام هاوي قدرت امشي على المود ده هو لوحده في ديسبيرشن. طب وثاني نوع المودال ديسبيرشن اللي هو لو انت شغال عند مالتي مود عندك كل مود بيكاري باور صح وكل مود من اللي شايل باور. ما انا عايز في الاخر اجمع الباور دي كلها يعني في مود شال شويه كوزاين ويف ومود تاني شال انذر كوزاين ويف. في الاخر انا عايز اجمعهم كلهم مع بعض في نفس الوقت عشان ارجع السكوير دي بالظبط. فكل مود ماشي بسرعه مختلفه هيوصلوا لي في الاخر في وقت مختلف مش هيتجمعوا مع بعض هيعمل لي برضه ديسبيرشن. دي بنسميها مودال ديسبيرشن. مين اقوى سنجل مود ديسبيرشن ولا المودال ديسبيرشن؟ مين يبقى بشع اكتر؟ المودال ده بيمشي بسرعات يعني بعيد عن بعض حبه حلوين وإذا بيعمل لك ديسبيرشن قوي. فانت تيجي مثلا لو انت بتنقل بلاش في او الهدف من الكورس لو انت مثلا في كوميونيكيشن سيستم وبتنقل اي كوميونيكيشن سيستم واضطريت تعرض لاي ويف جايد هتخاف من ايه؟ لو انت لقيت مش عايز تجد ديستورتد اصل ده مش هيخليك تديتكت ده 1 ولا 0 لان اللي بعدها هتخش فيها. لو انت بتبعت 1 0 1 0 1 1 1 وانت بتبعت 1 0 1 0 1 0 لو حصل برودنينج جامد او مش هتعرف تديتكت ده 1 ولا 0 هيخشوا في بعض هتشوف كونستنت هتلاقي نفسك بتحط على نفسك سبيك على الديسبيرشن اللي بتحصل صح كده. هو يعني الهدف من الكورس مش بس هي معادلات ولا حاجه لا الحاجات دي ممكن تستخدمها في حاجات كتيره جدا او الكونسبت ممكن تستخدمها في حاجات كتيره جدا. اخر حاجه الماتيريال ديسبيرشن اتكلمنا عنها في اول سيكشن خالص اللي هو النيو والابسلون فانكشن في الفيزيكس. ده برضو هيخلي التي اي ام مود ذات نفسه يحصل له ديسبيرشن. كل فريكوانسي منه بتشوف اوميجا وميو مختلفين التي ام مود ذات نفسه بيحصل له ديسبيرشن. كل اللي احنا بنتكلم عليه والمودال ديسبيرشن والويف جايد وكل اللي درسناه ده بيلعب في الفيز بتاع اللينير تايم انفيرينت سيستم. طب في حاجه بتلعب في الامبليتيود؟ ده بيلعب في البيتا. مين بيلعب في الامبليتيود؟ الالفا. لو انت الالفا اللوسز بتاعتك بتديبند على الفريكوانسي ده حاجه انيل وانيل. هتلاقي ان السينك دي مش هتبقى سينك كده هتلاقي في شويه فريكوانسي ضعفت وشويه فريكوانسي ما ضعفتش شويه فريكوانسي ضعفت وما ضعفتش اعمل برده ديستورشن. وطبعا الالفا بتعتمد على الفريكوانسي. ليه؟ لان انت عارف ان الار اس اصلا بتساوي كام؟ سكوير روت اوميجا في ميو على 2 فهي بتعتمد فيها اوميجا اصلا. فانت هتلاقي بيحصل لك ديستورشن في الاثنين الماجنتيود والفيز بتاع الويف جايد بتاعك او الترانسميشن لاين بتاعك او اي حاجه بتنقل بيها السيجنال بتاعك. يا اما نتيجه اللوسز اللي بتعتمد على الفريكوانسي يا اما نتيجه الديفرنس مود يا المودال ديسبيرشن يا المالتي مود ديسبيرشن. المودال يا سنجل مود ديسبيرشن نسميه ويف جايد ديسبيرشن. مفيش استراكشر في الدنيا هينقل السكوير ويف دي يخليها سكوير ويف في الاول مستحيل.
عشان السكوير روت دي فيها فريكوانسي لحد انفينيتي. فلو انا دخلت دي مثلا على الريكتانجل ويف جايد السكوير دي هتجد جنريتد كل المودز. ليه؟ لانها فيها كل فريكوانسي. فانا كده كاني منزل سيجنال فيها كل فريك كل كات اوف فريكوانسي هعديها فهتلاقي فيها كل المود، هيحصل ديسبرشن. يقول انا مش هقدر اعديه اصلا هو قبل الكاتر. ايه؟ قلت السنجل كوندكتور ويف جايد هيبقى في جزء كمان مش هعرف اعديه لان هو اقل من الكاتر. مش هتعدي الدي سي. ممتاز صح، مش هتعدي الدي سي صح. تمام يا شباب، احنا كده خلصنا الحمد لله. لو حد عنده اي سؤال او اي حاجه انا موجود معاكم لحد الفاينل ان شاء الله. شكرا يا شباب، صوم طيبين. شكرا يا باشمهندس وحضرتك كمان. العفو، العفو عليك. هتلاقوا الحاجات بتاع اللي كانت موجوده في السلايد الجداول دي موجوده ببزار. لو عايزين السلايد ممكن ابقى اوديها. معلش انا مش سامع. ممكن سؤال بس؟ اتفضل. هو احنا الحته بس كده في الاول في الجزء اللي احنا كنا لما جبنا السوليوشن بتاع التي اي واحنا كنا طالع لنا تو كونستانت الاي والبي. ماشي، حضرتك كنت بتقول ان هم كده كده يعني ممكن يبقوا ريبريزنتد بكوزاين واحده اللي هي ماجنيتيود فانكشن فيهم هم الاثنين وفيز. صح كده. هو بس الدكتور كان في الحته دي كان بيقول اتكلم على حته روتيشن اوف اكسيز وحاجه زي كده ان احنا روتيت الاكسيز. ايه برضه في العموم، في العموم هو هيطلع لك كونستانت واحد بس هيعتمد على الاكسيتيشن زي ما احنا متعودين في الريكتانجل ويف جايد والبارل بيت اوف واحد. تمام. يعني 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 انا احنا ممكن نقفل الريكورد او خليه بقى لو حد بقى يبقى عايز اكس. ده بيبقى جاي من السيمتري بتاعه السيركل. لو انت مثلا عندك سيركل سيمتري، عندك سيركل فيها سيمتري صح. انا مثلا عملت اكسايتيشن للويف جايد ده كده بالالكتريك فيلد في الاتجاه ده صح كده مثلا فده طلع لي الساين والكوزاين. طب ايه المشكله لو انا لفيت المحاور؟ ما هي كده كده سيمتري، انت كده مش هتحس بفرق اصلا عشان السيركل سيمتري. لو دي الاكس والواي، لو لفيت المحور كده وكنسلت واحد من الساين او الكوزاين مش هتحس بفرق نهائي. فده هيخلينا ان انت وانت بتكتب المعادلات بتاعه الفيلد من الاول تشيل واحد منهم. طب قدر انت وانت بتعمل اكسايتيشن الاثنين اتوجدوا بقى عندك ساين وكوزاين، اعمل روتيشن وهتلاقي برضو واحد منهم هو اللي موجود او بالطريقه اللي انا قلتها. يعني قصدي هي في الاول والاخر معتمد على نظرتنا احنا هنحط الاكسيز ازاي اصلا. اكسيز ازاي؟ واس فولي سيمتري، سيركل فولي سيمتري. يعني مثلا لو جيت شفت شكل الفيلد لقيت شكل الالكتريك فيلد جزء مثلا هنا وجزء هنا وجزء هنا وجزء هنا، ده شكل الفيلد مثلا كويس. لو انت جيت خدت الاكسيس في حته معينه هتلاقيه بيعتمد على الاكس والكوزاين وساين. لو انت خدت الاكسيس بشكل معين تمام، لو خدتها بشكل تاني هتلاقي مثلا بيعتمد على الكوزاين بس، هي مش فارقه. هو نفس الفيلد ده، يعني انت لو مسكت الشكل ده لفيته حوالين نفسه حوالين محوره كده او كده هو مش هو نفس الحل ونفس الفيلد ديستريبيوشن. فممكن من الاول زي ما الريفرنس عمل كانسل واحده منهم عادي. تمام. اوكي، وحكم بس مش مهندس، هو احنا المفروض ان احنا نقدر نكونكلود الفيلد لاينز عامله ازاي في كل مود من الايكويشنز بتاعته. يعني انا معايا السوليوشن بتاع الاي والاتش. ماشي، عايز السوليوشن بتاع الاي والاتش، فانت عايز ترسم يعني شكل الفيلد جوه الويف جايد حاجه زي كده.
هتبقى عنيفة جدا. مفيش سؤال بيجي كده يعني. لو انت جيت تبص على الريفرنس لا اشكال. بص في الفيلم ازاي هو بيرسمها لك، بس انت هتستفيد ايه بقى؟ الفيلم طبعا بتستفيد منها لما تيجي تعمل اكسايتيشن، ماشي ما اختلفناش، لكن انت الامتحان يعني هترسمها او تحفظها ليا دي ممكن تشوفها في السيميليشن، تشوفها في حاجات كده يعني. لا قصدي يعني براكتيكالي، هل حد بيبقى مهتم وهو بيتعامل مع الويف جايدز ان هو يبقى عارف الفيد لاينز عامله ازاي جوه؟ اه طبعا. انت لو انت عايز، لو انت مثلا في بعض الاحيان لو انت عايز تكنسل مود، كان يعني عندنا دكتور لما اديتني الكورس هو طالب زيه كان حاجه كده لسه فاكرها لحد دلوقتي، كان بتقول احيانا الريكتانجل ريف جايد ده علشان ما تخليش التي 10 مثلا يمشي، كنت بتحطه هنا متر، تحط هنا متر كده معين بطول معين عشان يموت التي 10 زي المعمل. مش انت بتشوف المعمل بعض الريكتانجل ريف جايد فيه متر كده في النص او حاجه اللي هو بنسميه ماتش لود، مش بتشوفه؟ طب اشمعنى حاطينه في الحته دي؟ عشان الالكتريك فيلد ماكسيمم في النص. فانت لما بتحط المتل مثلا كده، متل هنا في النص او بيقعد يزيد وانت داخل جوه، بيموت الالكتريك فيلد ده، بمعنى بيخليه يبقى زيرو عند الماكسيمم بتاعه فبيموته خالص. فمعرفتك للشكل الفيلد بيخليك تعمل ابلكيشنز مختلفه. يعني لو انا مش عارف شكل الفيلد بتاع تي 10 اللي انت بتستخدمه في المعمل، كل الريكتانجل ريف جايد اللي في المعمل بتستخدم تي 10 اللي هو الفاندمنتال مود بتاعه الريكتانجل ريف جايد. لو انا مش عارف شكل الفيلد مش هعرف اعمل ماتش لود. هو يعني ايه ماتش لود؟ ماتش لود يعني ما يرجعليش ريفليكشن، ما فيش ريفليكشن ترجع، يعني الويف تخش جوات مود. فموت الويف ازاي؟ بالطريقه دي، بتحط ميتال كده في النص يبقى موازي للالكتريك فيلد. لو انا عندي الكتريك فيلد لفوق وطلع تانجنشال لل للميتال ده لازم يموت، الباوندري كونديشن هتموته. فانت كده كانك موتت الفيلد عند الحته الماكسيمم بتاعها. بس يعني مش هقدر يعني اقدر اعرف مثلا الفيلد لاينز لاغلب المودز بتاعته، يعني هعرف بس مثلا الفاندمنتال. لا ممكن، انت ممكن تعمل سيميليشن لكل ده وعايز تعرف اعرف حيث المبدا هقدر اعرفه، بس ان انا ابقى مهتم ان انا بس يبقى ايه اللي في ذهني. يعني وانا طالب زيك ما كنتش بقى ولا الدكتور بيقولها ولا اي دكتور درس الماده مش بيهتم بيها ومش مش بيتسال فيها بيتسال فيها. تمام اوكي تمام يا شباب، ربنا يوفقكم ان شاء الله.